ها يا ناديه، جهزتي اللي انا قلت لك عليه؟ عملت كل اللي قلتي عليه يا عمتي. طب روحي هاتي العربيه. انا جايه معاكي. طبعا هتيجي معايا، امال انا هروح لوحدي؟ بس بقول لك ايه يا حبيبتي، يعني يا ريت تقلعي الاسود. ايه؟ انا عارفه انه صعب عليكي، بس لازم نعمل كده يا ناديه. عاوزه نقلع الاسود يا عمتي، وابوي لسه مرتاحش في تربته. صدقيني يا ناديه، ابوكي هيرتاح يا حبيبتي اما تقلعي الاسود. معلش انا عارفه انه صعب عليكي، بس نعمل ايه؟ احنا لازم نكمل المشوار اللي مشيناه، ولو رجعنا مش هيقوم لنا قومه. يلا حبيبتي اطلع، يلا. بس يا بنتي، بس اوعي تفتكري اللي انا قلته لك ده سهل عليا، صعب قوي. الاخ ما بيتعوضش يا دنيا، الاخ ما بيتعوضش. عارفه لما بشوف عبد الحكيم ببقى عايز اقطع لحمه، عايزه اميد ايدي جوه صدره واطلع قلبه واكله بسناني. انا خايفه يا عمتي بعد كل ده وما نوصلش لحاجه. لا ما تخافيش، انت قويه، ما تكسريش مقاديفي. اوعي يا ناديه، ما تخافيش حبيبتي. يا عمتي كيف همشي في بلدك ده؟ بلد انا بلد وقالوا ناس اللي انت عامله لهم حساب؟ الناس اللي عارفين ان عبد الله ليه ورث وفلوس وبنات لحمها مرمي وحاطين ايديهم على بقهم وما بيتكلموش كاتمين نفسهم. اسمعي يا بنتي، اوعي تعطي راسك لمخلوق للي خلقك وبس، وخلي عشمك في ربنا كبير. ان شاء الله هناخد حقنا. بصي يا ناديه، انت يا بنتي لما كنت متجوزه مروان الناس كانت بتعمل لك الف حساب، اما لما تتجوزي المأمور بقى هيعملوا لك مليون الف حساب. صدقيني يا بنتي، صدقيني. بس يا ماما، بس يا دنيا. انزل على مهلي. ايوه تسلم. الارض دي ملك العبد الله. طب واللي هناك دي؟ اللي هناك دي ملك عبد الحكيم.
اصل عبد حكيم كان دايما يشتري الاراضي من الناس ويقول يعني ان القرش افيد بكتير انه يتحط في البنك. قول لي يا عمده، هو انت كنت تعرف جدي؟ ايه الكلام ده؟ ومين في البلد دي كلها ما يعرفش الحاج عبد الجواد الله يرحمه؟ الله يرحمه ويحسن اليه. دول بيقولوا ان نص البلد دي كانت ملكه. ايوه مظبوط. هو انت مش قلت انك هتوديني الجمعيه الزراعيه؟ قلت وهيحصل. هيحصل هو انت قلقان من حاجه يا عمده؟ لا انا مش قلقان من حاجه. ان انا عايز افهمهولك يا بنت الناس ان اخدان الحق ده حرفه. محتاج صبر وطولة بال، وخصوصا لما يبقى الحق ده عند واحد عارف بيعمل ايه كويس. انا عايز امشي. استنى بس، راح فين؟ بقول لك ايه، انا ما احبش اللف والدوران وكهن الرجاله ده لما تبقى عايزه حاجه. حاجتي انت كده بتغلطها يا زينب. انا ما احبش اتجوز راجل خواف بيعمل حساب للكلمه قبل ما تطلع من بقه. انا عايزه اتجوز راجل البلد كلها تعمل له الف حساب وتهابه. لما انت خايف كده وانت العمده، امال بقيت اهل البلد يعملوا ايه؟ وانا اللي ما كنتش مصدقه اللي بيتقال عليه. ايه الناس بتقول عليه ايه؟ خلاص بقى بيقولوا اللي بيقولوه. قالوا يعني انك لا عمده ولا حاجه وان عبد الحكيم هو العمده. ايه قولك بقى؟ خدي بس رايحه فين. اوعى كده ايدك نزلها لا صوت ولم عليك اهل البلد كلها. وقتها هيبقى شكلك وحش قوي يا عمده. خدي بس انت يا بنت الناس. بعدين في الحوسة اللي لاحظ فيها دي. في ناس عايزين حضرتك بره يا فندم. خليهم يفضلوا. طب بعد اذنك انا بقى فندم. اتفضل يا باشا. اهلا اهلا يا كريم. كريم طبعا فول اتفضلي. طبعا زي ما انك بتقول، ايه الزياره دي اللي على البال ولا على الخاطر؟ لا ابدا يا ست كريم، انت تنوري في اي وقت. كتر خيرك. وتلاقيك جواك دلوقتي بتقول ايه اللي جاب الست دي على الصبح؟ لا ابدا يا ست كريمه، ازاي بس تقوليش كده؟ بص بقى، انا جاي اقول لحضرتك كلمتين مهمين قوي، بس والنبي ما تفهمني غلط. وانا ايه بس اللي هيخليني افهمك غلط يا ست كريمه؟ جبريه. مالها جبريه؟ كل اهل البلد عارفين كويس قوي وبيقولوا ان جبريه ودلال رايحين في ازازه، ويوم الحادثه جبرية كانت مع دلال وهي رايحة الطاحونة، بس الناس خايفة تتكلم من عبد الحكيم. الكلام اللي بتقوليه ده خطير يا ست كريمة. أنا واثقة وعارفة كويس قوي أنا بقول إيه. قلت لك يا عمتي مالناش دعوة، الناس كلامها كتير واللي عايز يقول حاجة يجي يقولها. يعني يا بنتي ينفع أبقى أنا سامعة حاجة وما أجيش أقول للمأمور وأنا شايفاه يا عيني لايص ومش عارف راسه من رجليه في الجريمة المنيلة دي؟ يعني انت عايزه تقول ان جبريه هي اللي قتلت دلال؟ لا انا ما قلتش كده، انا بقول لك ان جبريه كانت مع دلال ليله الحاسه. يعني اهو خيط، تقدر تروح تسال جبريه يمكن تفيدك بحاجه كده ولا كده. يو يا عمتي، واحنا جايين نزور المأمور ولا جايين نوجع راسه بدلال وسير الدلال؟ اتفضلي يا ام، دي الحسابات كلها. وايه حكاية حساباتك اللي في البنك دي؟ أنا قلت حاجة غلط؟ لا يا بوي، بس أنت أول مرة تسألني السؤال ده. من أمتى يعني بتدور وراي؟ أدور؟ أدور يا ولدي؟ أنا بس كنت في البنك بشوف الحسابات بتاعتنا كلنا، ما فيهاش حاجة يعني. صح يا بوي. يعني أنا كداب؟ لا يا ابوي استغفر الله، لا. بس انا حاطط فلوسي في بنك غير اللي حاطط فلوسك فيه. حسن مش كده؟ ماله حسن؟ ايه دخل حسن باللي انا بقوله؟ خلى الشكل يدخل قلبك. هو كمان حاسس اني بسرقه. لا يا ولدي. يا ابوي دي كل الحسابات. ولو عايز تجيب محاسب هاته، هو هيقول لك الفلوس جت منين وراحت فين. وبالنسبة للفلوس اللي عندي ده شغل كنت بعمله مع التجار بعيد عن شغلنا. يا ابوي انت امنتني
على مالنا وعلى نفسك كمان. وانا لا يمكن لا يمكن اخون الامانه دي. يا مروان انا ما قلتش كده يا ولدي. يا مروان انا بسالك بس كي يطمئن قلبي. طمن قلبك يا ابوي. اقعد. شوف يا ابني، الفلوس اللي انت بتحطها في البنك لحسابك دي من حقك، عشان انت اللي بتشتغل وانت اللي بتتعب، شايل الحمل كله على راسك. انما انا بقولك دي بس عشان حسن اخوك ما يشيلش منك. هو يا ابويا انا مديت يدي في جيبه وخدت اي حاجه؟ يدك يا ولدي، انت من حقك تاخد اللي انت عايزه، انت بتشتغل، انت شايل الشغل كله على راسك. يا ابن حسن ديه مطيور مخ على كده، فاكرنا ان احنا مجنبينه وحاطينه جنب الحيط. وبعدين انت الكبير، انت اللي تتحمل يا ولدي. انت كده بتحملني، بتحملني فوق اللازم يا ابوي. عشان انت الكبير. ايوه الكبير يا ولدي لازم يتحمل، وحسن اخوك الصغير وانت اللي تشيله. ها الكبير. حاضر يا ابوي اللي انت شايفه. اخوك الصغير، اخوك الصغير لحد ما يتحضر الصغير، لحد ما اموت ولا لحد ما مروان ياخد كل حاجه ويحطها في ابنه. حسن انت هنا؟ خير على الصبح. تفطر؟ ماليش نفس. ومين ليه نفس في البيت ده؟ مالك انت كمان على الصبح؟ بقول لك ايه، انا عايزه منك خدمه وانت اللي هتساعدني. قولي. انا عايزه اشتري دار جديده، عايزك تساعدني وتكلم ابوي، انا ما بقتش طايقه البيت ده. قولي له. بقول له بيعمل ودن من طين وودن من عجين. وانا اللي هيسمع كلامي يعني؟ ايوه هيسمع كلامك، خصوصي يعني عشان السنيوره الحلوه شالت. لا يا حلوه انت فاهمه غلط، ابوكي ما بيسمعش كلام حد في البيت ده غير واحد بس، واللي بيقول عليه ابوكي بيقول عليه امين ويبصم بالعشره كمان. ومين ده؟ اوعى تقول امك. لا مش امي، مروان يا شمس. على فين؟ نازله مصر. انتي قلتي لامك؟ ايه امك دي؟ انتي طريقتك بقت غريبه جدا واسلوب كلامك اتغير، في ايه يا زينب حصل لك ايه؟ بقول لك ايه بقى؟ انا مش ناقصاكي على الصبح، مش ناقصه فلسفه. فلسفه؟ مين اللي كان بيقعد طول النهار يقول كلام محدش بيفهمه؟ مين اللي كان بيقعد ويقول ويعيد؟ مين اللي كان بيموت في الادب والشعر يا زينب؟ معلش الدنيا بتتغير. طبعا الدنيا بتتغير، واحنا كمان لازم نتغير، بس مش بالطريقه دي. انتي عارفه انتوا بتعملوا ايه؟ عارفه اللي بتعملوه ده اسمه ايه؟ اسمه اخد حق. لا يا زينب ما اسموش اخد حق، لان اخد الحق مش بالطريقه دي. امال بقى انهي طريقه بقى ان شاء الله؟ انت عارفه كويس انا اقصد ايه. طب اقعدي. اقعدي. لا مش هقعد، انا همشي. خلاص امشي، عايزه تمشي الباب يفوت جمل، بس خليكي حاطه في دماغك ان لو امك عرفت ان انت مشيتي من غير ما تقولي لها هتقلب الدنيا على دماغك كله. صوتكوا عالي على بعض ليه ان شاء الله؟ وايه الشنطه دي؟ انت رايحه فين يا ست؟ نازله مصر. كده اهو في وشك من غير ما تقولي؟ كنت هكلمك. يا سلام، كنت هتكلميني لما تنزلي مصر. ماما انا نزلت مصر عشان انت عارفه ان انا مش هوافق. ماما انا اتفقت مع عزت ان احنا نرفع القضيه على عمي. قضيه؟ قضيه ايه؟ عشان ناخد حقنا يا ماما. بس بلاش كلام فارغ. لا انا هنزل وهثبت لكم ان انا صح. اه وهتقعدي فين ان شاء الله؟ وهتتصرفي ازاي؟ ولا انت فاكره الياغمه بتاعه زمان موجوده ترفعي سماعه التليفون كراميلا وحياتك انا عايزه فلوس اروح انا فاتحه الكيس ومدياك الالفات؟ انسي يا شحت، واوعي تكوني بتفكري في فلوس خالك عبد السلام، لان محدش فينا يقدر يهوب ناحيه البنك ولا يسحب جنيه. عارفه ليه يا ست شحت؟ لان الحكومه
خالك عبد السلام في نظرها لسه عايش، يعني هو بس اللي يقدر يروح البنك ويسحب فلوس، وهو مش عاملين توكيل، وعمك ما اداناش حقنا، هنعمل ايه بقى يا ستي؟ برضو هنزل. بتتحديني يا شهد؟ بتتحديني يا بنت؟ انت يا زبده بنت يا شهد؟ طيب يا بنت عبد الله، طيب يا بنت عبد الله. خلاص يا ماما، هي لما تلاقي الدنيا اتقفلت في وشها وتسدت هترجع تاني غصب عنها. المهم دلوقتي العمده كان عايز يجي لك النهارده. بقول لك ايه، انا لا فايقه لك ولا فايقه للعمده ده. انا قلت له يجي. هو انا كلامي ما بسمعش؟ هو انا بقيت طرطوره؟ شو رايك بتخرج عندك انا ولا ايه؟ اوعي كل عارف. انا قلت اقول لك بس عشان تبقي عارفه. لا حاج، يومين ثلاثة وحاجة. لا اسكندرية ايه؟ لا انا عايز اقعد ساعتين ثلاثة وارجع طوالي. لا انت هتيجي وتقعد معايا يومين ثلاثة كمان، عشان في حاجات كتير قوي عايزة اقول لك عليها. ايه ده يا عبد الحكيم؟ انت بقيت تخوفني خالص. حاسة كده اني مش جاية على بالك، ولا ليا اي لازمه في حياتك ولا اي اهميه. لا يا اخويا، لو كنت مهم عندك كنت سالت عليا، وكنت قلت اسال على البت الغلبانه واطمن عليها اللي نزلت البلد مخصوص عشان تطمن عليا. عامه هو في حاجه لو عرفتها عمرك ما هتسيبني ابدا. اوكي يا روحي، ماشي، باي باي. حقيقي. طب خلي بالك بقى يا حلوه، علشان عبد الحكيم ده انا عارفاه كويس قوي، ممكن كده تضرب في دماغه ويقتلك. عمره ما هيعملها، انا متاكد. انا تعبانه قوي. لا تعبانه ده ايه، عايزاكي كده تخلي بالك من نفسك من اللي في بطنك، ده هو الامل الوحيد. اجيب لها دكتور؟ لا مش محتاجه دكتور، انا بس حاسه اني مسقطه. ما انت ما بتاكليش خالص. ماليش نفس، مش عايزه اكل حاجه. لا يا حبيبتي، عايزاكي كده تاكلي وتتغذي انت واللي في بطنك، عايزينه يطلع كده امور زي ابوه. ابوه الهي تجيله شاطر. ان شاء الله يا حبيبتي هتجيله الشوطه، هيحصل. بقول لك ايه، همشي انا، ولو جه النهارده كلميني قولي لي ايه اللي حصل، فاهمه؟ حاضر. ايه مالك؟ لو عارف اللي احنا بنعمله مش هيرحمنا. يا بنتي ما تبقيش خفيفه كده، اتقلي. الدنيا دي عايزه اللي قلبه جامد، وبعدين اللي قدامه فرصه وما ينتهزهاش يبقى حمار، يستاهل اللي يجراله. كان نفسي ولدي يتربى مع ابوه، قلبي مش سايبني على اللي احنا بنعمله ده. اقول لك يا بنت، انا هاخدك من ايدك كده واروح اوديكي لابنه، وانت عارفه الكبير كان بعت وراكي عشان يقتلك، والصغير كان فاهم ان انت متي خلاص، يعني الاثنين يا فرحه عايزين روحك. قلتي ايه بقى؟ هو انا قلت حاجه؟ لا قلتي قاعده تزني تزني تزني. ايه ما بتفصليش؟ بقول لك يا بنت، اللي انا قلت عليه هو اللي هيتنفذ بالحرف الواحد، ومش عايزه كلام تاني خلاص. ايه البعيده ما بتفهمش؟ ما بتحسش؟ اوف. حاضر حاضر. صباحية مباركه يا عروسي. الله يبارك فيك يا جبريه، والله يكتر خيرك. الا ما فيش حد دق على بابنا من اهل البيت. يا اختي ولا يهمك، المهم مش انت انبسطتي؟ قوي قوي يا جبرية، خمسة انبسطت. فين العدو؟ ان شاء الله كمان وكمان. قوليلي، هو يا اختي عريسك كان نازل رايح فين؟ مش رايح في حتة، بس اصلي يا اختي محدش جاب لنا واكلة من ليلة امبارح. قلت له انزل اعمل لقمة ناكلها، قال لي لا خليك انت وانا هتصرف.
يا مري ده انا جاي لهشام تطلع لك مصانيه لحد الباب. ما حدش جاب حاجه. صباح الخير يا ست جبريه. يسعد صباحك. صباحيه مباركه. تسلم يدك يا اخويا. كل ده يا دوب يا دوب. الف هنا بالاذن. اذنك معاكي يا اختي. امسك مني. اعوذ بالله. ليه؟ دي جبريه طيبه. طيبه؟ طب ابقي خدي بالك منها يا طيبه. ليه؟ ايه اللي حصل؟ ما رضيتش تخلي الخدامين يطلعوا لنا اكل. معقوله؟ وعزه جلاله الله زي ما بقول لك، لولاش انا نزلت زعقت معاهم ما كانوش ادوني اكل. طب وهي هتعمل كده ليه؟ مناش عرفني، انت قادره بقى تعرفيها اكتر مني. اوعى تكون زعلتها في حاجه. زعلت ايه؟ زعلت ايه يا فوزيه؟ هو احنا لحقنا؟ مالك؟ طب روق حالك يا اخوي، روق. ما عايزاش حاجه تعجنن عليك. يلا كل. كل. انا رايك. ثانية واحدة، أنا بحب أنا اللي أقسم كل حاجة. شايفة مديني إيه؟ بس هاكلها برضو. خدي امسكي دي. استنى أديك حتة فطير. أنت بتقول إيه يا أهبل أنت؟ زي ما بقول لسعادتك كده وركبت كمان معايا الكاريتا، حتى أسأل أهل البلد. أنا جيت أقول لك عشان أنت كبرنا واللي حصل ده ما يصحش، حتى لو كان العمدة زينب بنتك دلوك، واخد بال حضرتك؟ اي حاجه هتحصل ليه هتبقى في وشك يا كبرنا، والعمده لو عرف اللي انا جيت وقلت لك هينفخني. طب يبقى اقرب لك وانا اشيله من على وش الدنيا. غور. طيب طيب يا عمدي. خير حبيبي؟ مالك يا مروان؟ مفيش حاجة يما، راسي وجعاني. اها، سلامت راسك. ان شاء الله قلبي وانت ما تقولش الاه ابدا. ايه الرضا ده كله يما؟ اها، خبر ايه؟ تعرفش ان انت واخوك نعيني من جوا؟ انا كويس يما، شوية قهوة وروح الوجع. لا، حاجة مزعلك. مفيش حاجة، الدنيا حلوة والأمور ماشية زينة. والله؟ طب عينك فين؟ تعال تعال. يا واد ده أنا أمك حبيبتك. اقعد. في إيه؟ مفيش حاجة. لا بالصح، مبروك الحسن. قولي لي هتسميه ايه؟ هسميه الهم والغم اللي يجي من بطن كريمة. سم عقارب تلسع اللي يضمها. لو انت كنت سمعت كلامي كان زمانك انت كمان مستني ولدك. اعمل ايه عاد؟ اها، تجوز. تجوز مين يا أم؟ اقعد على البساط ونجي ست البنات وانا اجيبها لك محنيه وملفلفه في حرير لغايه رجلك. ناديه دي بطنها ناشفه، لا تشيل بسره ولا تطرحها. انت ما سمعتش كلامي، كان زمان عيالك حواليك دلوقتي. بوعدك يما، بوعدك اللي عايزاه هيصير، هيصير يا ام مروان. وان شاء الله لما تشيل ولدك على يدك هتقول امي قالت.
قتال ملهاش ذنب. أمال مين بقى اللي ليه ذنب؟ أنت عارف في البلد هنا لو واحدة عملت زي ريتال أهلها بيعملوا فيها إيه؟ عارف. يعني لو شمس أختك عملت كده كنت هتعمل فيها إيه؟ كان زمانك دفنها بالحياة. بس أنا والد عمها. دي رخصة بقى تدي لك الحق تخليها تعمل اللي هي عملته. انت لو ابن عمها صحيح وبتخاف عليها كنت جبتها من شعرها وجبتها للغيط هنا وفهمتني هي عايزه تعمل ايه. المفروض انت تخاف عليها اكتر مني واكتر من اي حد في الدنيا. طب عشان خاطر انسي اللي حصل. انت مالكش خاطر عندي. طب عشان خاطر ريتال. ملهاش خاطر عندي ولا بقت ترزمني. طب عشان خاطر حفيدك اللي جاي. ايه بتمسكوني من ايدي اللي بتوجعني؟ ريتال تعبانه ومحتاجه لك. عايز نعمل لها ايه؟ كلميها واديها سامحيها مش عشان خاطرها عشان خاطر العيل اللي جاي. انا لا عايزه اكلمها ولا عايزه اسامحها ولا عايزه عينيا تجي في عينيها ولا عايزه اعرفها من اصله. أنا ماليش ريتال. بنتي ماتت. مرات عمي. خلاص. بخليها تكلمني. واللي في الخير يقدمه ربنا. اسمعي اللي بقولك عليه. أنا مش هقدر أقعد هنا. أنا لو قعدت هنا هيبقى لا ليا عوزة وهبقى ملطشة. بعد الشر عليك، ما تقولش على نفسك كده. بعد الشر إيه؟ بقول لك هو ده اللي هيحصل. أنت فكرك يعني إن مروان ولا حسن ولا بلحاج حابيني قوي ولا حابين إن أنا اتجوزتك؟ لو ما كانوش عايزينك، وافقوا عليك ليه؟ وافقوا عليا عشان أنا مش هسكت، عارفين إن أنا مش هسيبك عشان لازم أتجوزك لازم أتجوزك، حتى لو هخطفك. مش قوي كده. وأكتر من كده. اسمعي هقول لك على حاجه. تعالي بصي الجمال والحلاوه. ايه القمر ده؟ اقول لك على حاجه في بالي بس ما تضحكيش عليا. قول يا محروس. يا حلاوتك. بالك انت لو ربنا فرجها عليا وبقى معايا فلوس هاخدك ونسافر وهنقعد في احسن فندق فيك يا بلد وهجيب لك فستان انما ايه؟ ما حصلش. وهجيب لي بقى بدله ولا بتوع السيمه ونعمل فرح على مزاجنا. وهنعزم مين في الفرح ده؟ مش مهم نعزم مين، المهم ان انا وانتي نفرح. ايوه يا محروس. صدق انا قلبي كان اتقفل من زمان ونسيت الفرح. لا الا قلبك، انا عايز قلبك ده فرحان وسعيد وبيزقطط. طيب قول لي على اللي في بالك وانا وياك. وانا خايف بقى بصراحه اقول لك على اللي في بالي تظني فيا ظن يعني. لا قول قول. نبيع الذهب اللي جابوه لك عبد الحكيم ونشتري بيه بيت وهكتبه باسمك واحس كده ان انا ليا دار وان انا صاحب البيت وان الكلمه الاولى والاخيره ليا. ابيع ذهبي؟ خلاص خلاص اكني ما قلتش حاجه. استنى بس انا عايز افهم. يا ستي خلاص انا غلطان، حقك عليا انا غلطان. الله مالك قفشت كده ليه يا راجل؟ بصراحه يعني انا حاسس ان انا صغير ان انا اقول لك بيعي ذهبك، المفروض ان انا ازوده لك، بس بيني وبينك انا بفكر في بكره وفي مستقبلنا. اقول لك؟ انا هقول لعبد الحكيم يديني فلوس. لا 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 لا، هيعرف ان انا اللي قلت لك. انا مش هقول له ان انت اللي قلت لي، هقول له ان انا اللي عايزك ده. لا 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 خلاص خلاص انا عارف هو بيفكر ازاي. خلينا قاعدين في الاوضه دي. لا نخلينا قاعدين في الاوضه دي ازاي؟ انا عايزه بيت، بيت ليا لوحدي. انت عندك حق يا عثمان. يا عمي ايه 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 الدوشه دي؟ في ايه؟ مالك مزعجك ده؟ عايز تعرف مالي؟ كنت فين النهارده الصبح؟ تقصد ايه يعني؟ مش انت فاهم كل حاجه.
ولو قربت من بنات عبد الله تاني انا حطخك. ايه يا راجل انت قاعد تقول شكل للبيع الصبح اللي بعد اللي عملته ده وبتنجح عملت ايه هاني؟ غلطه اللي انا شفتها ماشي على رجليها، قلت لها تعالي اركبي جنبي يا بنت الناس. صدق انك واطي وعايز تضربها. اضربني يا عبد الحكيم اضربني، ولا اقول لك على حاجه، طلع سلاحك وطخني زي ما طخيت عبد سلام. مالك مالك طايح في الناس وفي البلد كده زي ما اكون ما حدش مالي عينك. غلطان ولك عايز تتكلم. غلطاني فيه هاني؟ غلطت فيه قول لي يا عبد الحكيم. انا عارف كويس انت بتفكر في ايه، كله الا بنات عبد الله. عبد الله مين؟ عبد الله اخويا. بمرت ايه بقى عبد الله اخوك؟ بمرت ان مرته قاعده بدور عبد السلام ومش لاقيه دار تتويها، ولا بمرت ان بنات اخوك قاعدين وانت ما انتش عارف هم رقصهم ايه؟ انسى انسى يا عبد الحكيم. فاكر انت لما ضربت عبد السلام بالكف وفضل مخه يجيبه ويوديه لغايه ما كتم في نفسه وقهر في نفسه ومات؟ انا لا، انا ما سيبش حاجة ابدا. خليك فاهم كويس جو. هي كلمه واحده يا عمده ومش هتنيها. لو هوبت ناحيه بيت عبد السلام ولا شفتك ماشي مع زينب بنت عبد الله هطخك. تقول ليه ان شاء الله؟ وانا عملت حاجه غلط ولا ايه؟ انا كل حاجه بالحلال قلبها بالحلال، ورايح لامها النهارده باذن الله اطلبها من يدها. وانا مش موافق على الجوازه. ماشي، لو ليك كلام على كريمة وبناتها يبقى الجلجولك ماشي، لكن أنا خلاص اتفقت مع البنية ومتفقين على كل حاجة، وبقول لك رايح النهاردة بالليل. والميتة؟ الميتة بنحط يدنا في يد الحريم يا عثمان. وأنا من الميتة لقيت رجالة عشان أحط يدي في يدهم. اسمع يا عبد الحكيم، كريمة عندك أهي، مرات أخوك اللي بتقول اخويا، روح اتصافى معاها. وانا بقول لك اهو من دلوقتي عشان ما تغلطنيش وتقول عثمان ما قالكش وتزعل مني. انا قلت لك ها. تشرب حاجه؟ انا عارف كويس انت بتفكر في ايه، كله الا بنات عبد الله. عبد الله مين؟ عبد الله اخويا. بمرت ايه بقى عبد الله اخوك؟ بمرت ان مرته قاعده بدور عبد السلام ومش لاقيه دار تتويها، ولا بمرت ان بنات اخوك قاعدين وانت ما انتش عارف هم رقصهم ايه؟ انسى انسى يا عبد الحكيم. فاكر انت لما ضربت عبد السلام بالكف وفضل مخه يجيبه ويوديه لغايه ما كتم في نفسه وقهر في نفسه ومات؟ اني لا، أنا ما سيبش حاجة أبداً. خليك فاهم كويس جو. هي كلمة واحدة يا عمدة ومش هتنيها. لو هوبت ناحية بيت عبد السلام ولا شفتك ماشي مع زينب بنت عبد الله هطخك. تقول ليه إن شاء الله؟ وأنا عملت حاجة غلط ولا إيه؟ أنا كل حاجة بالحلال قلبها بالحلال، ورايح لأمها النهاردة بإذن الله أطلبها من يدها. وأنا مش موافق على الجوازة. ماشي، لو ليك كلام على كريمة وبناتها يبقى الجلجولك ماشي، لكن أنا خلاص اتفقت مع البنية ومتفقين على كل حاجة، وبقول لك رايح النهاردة بالليل. والميتة؟ الميتة بنحط يدنا في يد الحريم يا عثمان. وأنا من الميتة لقيت رجالة عشان أحط يدي في يدهم. اسمع يا عبد الحكيم، كريمة عندك أهي، مرات أخوك اللي بتقول اخويا، روح اتصافى معاها. وانا بقول لك اهو من دلوقتي عشان ما تغلطنيش وتقول عثمان ما قالكش وتزعل مني. انا قلت لك ها. تشرب حاجه؟ ارتحت لما اتكلمت معك يا امه. خليك ليا ويسعدك حبيبي ويعزك. اهلا يا باشا، اتفضل. هو الحاج مش هنا ولا ايه؟ طالع وراه مشوار. اهلا، اتفضل.
اهلا وسهلا. تشرب ايه؟ لا مفيش داعي، انا جاي في كلمتين وماشي على طول. لازم تاخد واجبك. ماشي، ان كان ولا بد يبقى هو مظبوط. سيد، لو ابويا عارف انك جاي كان ما طلع شيء. والله وانا مش جاي في زياره قوي بصراحه. سيد، اؤمر جنابك. قهوه مظبوطه للباشا. حاضر. قول الحاجة راحت فين؟ امال امي مالها؟ يعني كنت عايزها في كلمتين كده. كلمتين ايه؟ لا مؤاخذه، انت فاكر البت اللي كانت مختفيه اللي اسمها دلال دي؟ هي دي الحدوته. اسمع يا باشا، دلال دي امي كانت بتعطف عليها وبتعطف على اي حد. اصل ابويا مصينا كلنا ومص امي، اي حد يقف عند الباب ويطلب طلب ما نقولهوش لا وما نقفلش الباب في وشه. ربنا يزيد ويبارك، بس انا برضه كنت جاي عشان اعرف حاجه محدده. يا باشا، هو انتوا مش لقيتوا جدتها؟ اه لقيناها، بس ايه؟ يعني في ناس بيقولوا ان الست الحاجه كانت اخر واحده معاها عند الطاحونه. أمي ما بتروحش ناحية الطاحونة دي خالص خالص، والحاجات دي احنا ملناش دعوة بيها. واللي قالك الكلام ده كذاب كذاب. دلال دي آخرها تيجي تاخد قرشين والسلام عليكم. تمام، حتى لو كان كذاب برضو عايز اخد منك كلمتين. ما ينفعش ما ينفعش، ومش هيحصل حضرتك. اسمع يا مروان، انا جاي بنفسي وعامل خاطر ليك وللحاج والحاجة، وما رضيتش ان انا اخلي الموضوع يكون رسمي. رسمي؟ رسمي كيف؟ يعني انا ما ينفعش اعرف ان الحاجه كانت معاها دلال اخر مره عند الطاحونه اللي اتقتلت فيها وما حققش معاها. يمكن دلال اتقتلت وانت بتحقق بقتلها كمان، وانت شايف دلوك ان امي قتلت دلال اياك؟ انا ما قلتش كده. كلامك بيقول كده. اسمع يا مروان. اسمع انت ووزن كلامك. يعني انا كلامي مش موزون ولا ايه؟ شوف انت بتقول ايه بالاول. طب بص يا مروان، لاخر مره بقول لك ابعت حد الحاجه ياخد منك كلمتين، وزي ما قلت لك انا عامل خاطر ليك وللحاجه. تعبت نفسك يا باشا، الواضح كده البن اللي عندنا خلص. ماشي، بس بلغ الحاجه ان انا عملت الاصول وجد نفسي عشان اتكلم مع الحاجه وانت اللي رفضت. المصايب دي. الله، انا جاي اهو بفتح اهو. في ايه يا عبد الحكيم؟ مالك؟ زينب بنت يا زينب. ايه؟ في ايه يا عمي؟ انت بتعلي صوتك عليا. ايوه بعلي صوتي. صحيح، ما انت تربية حريم. حريم؟ تصدق انت عندك حق. ما انت لو كنت بتودنا ولا كنت بتزورنا ولا حتى كنت كلفت خاطرك وسألت وعرفت ابويا تعب قد ايه علشان يربينا، عمرك ما كنت هتقول كده. اللي انا سمعته ده يا كريمه؟ سمعت ايه يا عبد الحكيم؟ عثمان عايز يتجوز زينب؟ اه هيتجوزها. تتجننت يا وليه؟ جني لما يلخبطك. ما تقف عينك وتتكلم عدل يا عبد الحكيم، ترى لك ايه؟ ما تخليش غضب يطلع عليكي. لو النبي طلعه خليها مش فيا، عايز اشوف غضبك ده شكله ايه. عثمان يا وليه يتجوز زينب؟ اه هيتجوزها، وانا بقول هيصاحبها، هيجوزها على سنة الله ورسوله. عندك مانع؟ هو حاجه ولا حاجه؟ كدبوها، هي متعلمه وهو جاهل. فوق ده متجوز اتنين، عايزه ترميها في النار. طب ما طلعنا انت من النار دي لجنتك يا عمي. هو احنا لقينا طريقه تانيه نعيش بيها مستورين وقلنا لا؟ خلاص، تعالي عندي، تعالي عندي في البيت، كل طلباتك مجابه. الكبيره والصغيرة. انت هتتجب علينا من فلوسنا ولا هتصدع علينا من مال ابويا وخيره؟ سمع بنتك بتقول ايه يا بنت؟ افهمي. مش عايز افهم حاجه. اللي انا عارفاه وفهماه كويس ان انا عشت طول عمري مش مكسوره لحد، ولا عمري هتكسر. سمعت بنت اخوك بتقول لك ايه؟ لا مؤاخذه، مع السلامه يا عبد الحكيم. بقى كده يا كريمه؟ طب ايه قولك ان الجوازه دي مش هتتم؟ تم يا عبد الحكيم، واللي انت عايز تعمله اعمله. كده انت بتعمليها عداوة. انا اللي بعملها عداوة؟ هو من امتى كان في بيننا حب وود؟ يا كريمة اللي بتقوليه ده ما يصحش. اتعلمنا منك الصح والغلط.
وانا هوريك الصح. قدامك. قدامك. اوعى ريح فين؟ اوعى سيبها ريح فين؟ اللي عندك. اللي حيقربك منها حطوخها في الكريمه. فاهمه؟ زينب عندي في البيت. اللي عايز يتجوز بنتك يجيني. وانا اللي اقول اه ولا لا. فاهمه؟ قدامك. هتعمل ايه يا عمتي؟ حاجه بالغ. واقول عبد الحكيم خطف زينب وانت جري على العمده تقول عبد الحكيم كان هنا وطلع المسدس وضربنا بعدين اجري يلا. اوعى اوعى مش في العمده انا هيك اطلع. اوعى تامي 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 اللي حاول قاعد تصف اسناني فاهمه؟ لا مش فاهم انت كده خطفني انا مش هسكت. اخرسي اهدي وسيدك ده كلها قسما بالله العظيم ادفنك هنا حية. ليه؟ اخرسي. استنى يا عمي في ايه يا عمي؟ اللي حصل بس؟ اللي حصل؟ طلع يا فوق. هدي نفسك يا عمي بس وفهمني ايه اللي حصل. جبريه مع مين؟ البت دي مش عايزها تشوف الشمس ها؟ ولا حد يشوف دي فاهمة؟ الا فاهمة. حسن فين؟ حسن نزل مصر. وما قاليش ليه؟ وما انا شرفني يا عم انا ما اقدرش اقوله انت بتعمل ايه ولا بتروح فين. ده كان يذبحني. جبريه قول لمروان يكلم اخوه ها يشوف بنت عمه في مصر ها ويجيبها من شعرها. صح لازما يجيبها من شعرها. وكفايه فضايح. والله كنت عاوز اقول لك كده من الاول لكن قلت وانا مالي ماليش صالح. البنات العمهم عاوز يربيهم يربيهم وكريمه بشوقها عايزة تيجي أهلا وسهلا ما تجيش هي حرة. البنت دي مسؤوليتك. بس كده عيني فز يا بنت ولك عليا كمان أربيها لك من أول وجديد. أنا متربية كويس أوي يا جبريل. اسم الله اسم الله على الرباية واللي متربية هتقول جبرية كده حاف فيش عمتي فيش خالتي فيش أمي جبرية. عايز أنا أقول لك يا عمتي وخالتي؟ اقولهم لك ازاي وانت قتل ابويا؟ ليه؟ وانا مالي؟ هو انا اللي قلت له ابعت الفلوس ولا يديها للي يضحك عليه ويسرقه؟ لا يا حبيبتي ان كان على اللي موته اسال امك هي اللي نحلت وبره وخلت ابوه يموت وهو غضبان عليه وبعيد عن اهله. لكن انا حيالله مرت عمك يا حبيبتي مرت اخوه. ولو كنت أقول مرة عليه كلمة ولا أقول عمل ولا ما عملش اسألي كان يكسر لي دماغي. معلش يا حبيبتي أنا هعلمك إزاي تتكلمي مع الأكبر منك من هنا ورايح. ما عايزكش تعصب روحك يا أخوي ولا تضايق نفسك. ما تتكلميش يا فوزية مش عايز حد يتكلم خالص. بس من عذر اللي ما هتحترم نفسها لكن دفنها بالحياة ها؟ أي حرمة حتعمل حاجة كده ولا كده حقتلها. لازم تعرفوا أنا هنيه الراجل وكلكم تحتي واللي حتعمل حاجة حتفينها بالحاجة جاتكم الهم. أنا مين أنا يا عمي؟ أخرسي قدامك كمان. صح يا أخوي جاتهم الهم. يلا يا هم انت وهي على فوق قدام. يلا حلوة اطلع. يلا يا حلوة اطلع يا هم انت. رحمة أبويا ما أسكت. هتعملي إيه؟ جبريل لا اوعى ايدك. لا سيبيني بقى اطلع اطلع شمال انت وهي. سيبي ايه؟ يلا 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 يلا. تعالى يا قلبي تعالى. مش قلتلك ملناش عيشه في البيت ده. ادي اخرتها. بيقولك اخرسي مش عايز اسمع صوتك. وقال ايه؟ هيحطك تحت رجليه ويذبحك زي الفرخ. طب ده هيعمل معاك انتي كده اخته دمه ولحمه. امال هيعمل معايا انا ايه؟ اسمعي يا بنت الناس اللي بقولك عليه ده لازم نعمله. احنا لازم نخلع من البيت ده. يرضيكي يرضيكي ربنا يرزقنا بحتة عيل يطلع يتربى في الهم والنكد ده. يرضيكي يا روح قلبي. المأمور كان هنا عايزيه هو الآخر بيسأل عن أمي.
نسأل عليها ليه؟ كان عايز يحقق معها عشان موضوع مو الدلال. يحقق معها؟ انت بتخلوه ايه؟ طردته بالطريقة. رايح فين يا جدع انت؟ رايح فين؟ هاتوا. هو المأمور جه هنا؟ ايوه جه يا ابوي. والناس بيقولوا ايه على كامي؟ مجنون. هو اتجنن فعلا؟ من زمان يا ابو الحاج. والمجنون بيودوه فين يا مروان؟ راح فين يا حلو؟ انا لو ما خرجتش من هنا دلوقتي حالا هعمل لكم مصيبه اكتر من اللي عاملاها انت وامك. لا بقول لك انت ما تعرفينيش، انا لما بتهب معايا بقول لك ايه؟ هبي عشان اعرف يا بنت. ده انت ما تاخديش في يدي ساعه، ابوكي ذات نفسه الله يرحمه خدش في يدي دقيقه. بالك انت انا كنت السبب في موته، ولو ما كانش مات في المستشفى كنت هقتله تاني عادي. انت وامك واخواتك بعون الله هدفنكم بيدي، هتجيبوا لنا العار يا بنات كريمه. في ايه يا جبري؟ عمتي يعني عمتي لسه قايله دلوقتي حالا بعظمه لسانها ان هي اللي قتلت ابويا. والله العظيم يا عمتي قالت كده. والله والله والله. انا يا بنت هنعمل كده في عبد الله الله يرحمه، ده كان حبيبي وانت عارفه. أعوذ بالله، انتي وامك كدابين. انا ما بكدبش يا عمتي صدقيني. ابوك مات في المستشفى يا بنت، انتي اتدبيتي. انا مالي اختي باللي حوصل. أعوذ بالله، هو سواد القلب يوصل لكده؟ تعالي معايا يا زينب. على فين يا فوزية؟ هتقعد معايا. عيب، ده انت عروسة جديدة. سيبيها لي يا جبرية. عبد الحكيم قال انا المسؤول عنها، يعني انا المسؤول عنها. وانا هنا ورايح كلمتي هي اللي تتسمع وكلمتي هي اللي تمشي. ولا احنا ما حنعرفوش ندوروا البيت ده ولا ايه؟ وما عايزاش اسمع حس مره واحده في البيت ده بعدي، فاهمه يا فوزيه؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ انت بتمد يدك عليا؟ فوزيه ده حبيبتي صح واختي صح وعلى راسي، بس البيت ده بيتي انا، وانا اللي هقول ايه اللي يحصل وايه اللي ما يحصلش، فاهمه حبيبتي؟ يلا يا اختي اعمل جوزك ده كربط يمكن ينفع. وروحي. بتزجيني يا جبريه؟ روحي يلا. انا هفرجك. يلا. وانت يا حلوه من هنا ورايح تسمع اللي يتقلك وتعمل ايه، وما اسمعش حسك واصل، فاهمه يا بت؟ اعوذ بالله زادكم القرف. اتفضلي الشاي حضرة العمدة. الله يخليك يا كريمة. ودخل عبد الحكيم هجم علينا وجر زينب من وسطنا كده اهو كأنها معزة، واحنا ستات غلابة قاعدين لوحدينا مفيش راجل في وسطينا. عبد الحكيم عمل كده؟ واكتر من كده. قال ليه وليه؟ العمدة عثمان عايز يتجوز زينب، هو سمع كده والنار قادت في جتته. قال مين عثمان العمدة ده؟ أنا أناسب عثمان؟ عثمان ده يخش في عيلتنا وياخد واحدة من بناتنا؟ أنا عبد الحكيم أحط إيدي في إيد عثمان العمدة؟ ده لا يمكن أبداً. وحاجات كتير لا مؤاخذة ما أقدرش أقولها. حاجات زي إيه؟ يعني مش قادرة يا حضرة العمدة. لا أقدر يا كريمة واتكلمي. قال إيه؟ لا مؤاخذة يعني. يا مؤاخذة؟ قال إن عثمان العمدة ده رجولته أي كلام كده، ونخوتك ضعيفة ولا بتصد ولا بترد، وما تسويش وسوق الرجالة فص توم. عبد الحكيم قال الكلام ده؟ يا أختي وأكتر من كده.
قال لك اللي هيهوب عند بيت عبد الحكيم هتخه بالنار، وانا عبد الحكيم بقى لا يهمني عمده ولا مأمور، وخد البت وراح طايح. ماشي عبد الحكيم، يلا ان شاء الله تجيبوا كرش بعض. كانش في حل تاني غيرك ده. انت صح يا ابويا، من النهارده مفيش مخلوق في البلد يعلي حسه علينا او يفتح عينه فينا او ينطق بكلمه واحده، مفهوم؟ مفهوم من غير ما تقول يا كبير. والمأمور؟ مأمور على نفسه. خير في ايه؟ انا اسف يا حاج، بس انا مضطر اخد معايا الحاج عشان اخد منك كلمتين رسمي. جاي تاخدها معاك في العربيه؟ والله انا جيت وطلبت اني اتكلم معاه بهدوء من غير شوشره. فما عجبكش الكلام فعايز تاخدها معاك في البوكس. يكون في معلومك شبريه، لو ركبت البوكس دي انا حولع في البلد كلها، واعلى مفخلك اركبها حضره المامور، وتفضل من غير ما ترد. ايه مستني ايه؟ انا عذره وعارف ان الطلب ده صعب واللي هو بيعمله ده غصب عنه، بس هنعمل ايه بقى؟ ده القانون. القانون ده يمشي على البلد كله الا احنا. لا لا، ده قانون، والقانون بيمشي على الناس كلها. اسمع يا باشا، احنا فوق الناس دي كلها غيرهم، وممكن تقول اكتر شويه، ومقامنا عالي عالي قوي، يعني احنا كبار البلد دي كلها، فاهم؟ ما تخلينيش اعمل حاجه انا مش عايز اعملها يا مروان. ايه هتعمل ايه؟ هتدخل وتاخد امي؟ طيب جربوا كده. بص يا مروان، انا مش غريب عنكم، ولا انا مأمور وجاي يقبض على متهم. اللي انا بعمله ده اجراء روتيني، وانت متعلم وفاهم كويس قوي اللي انا بعمله، وانا لحد دلوقتي مش عايز اعمل اي مشاكل. انا جاي اقعد مع الحاج اتكلم معاه شويه، اشرب معاه كوبايتين شاي. يا اخي اعتبرني جاي اتسير مع الحاجه واعرف منه اخبار البلد، ايه المشكله يعني؟ ايوه كده، هو ده الكلام. تدخل دقيقه واحده وانتوا مكانكم، محدش يتحرك. رغم ان اللي حصل معايا ده عيب كبير قوي، بس انا هدخل بس عشان مش عايز اعمل مشاكل اكتر من كده. يا لهوي يا لهوي، ده حسن حسن، يا نهار اسود. اجري خش جوه. يا نهار اسود، قوم دهيلة، اتفضحنا نروح نفس الدهيلة. يا بنتي انت هتقعدي تندمي، اجري ترمي في اي اوضة جوه وما تخرجيش منها غير لما اقول لك. نعم. تفتحيش على طول ليه؟ نايمة على ودانك؟ خير، ايه اللي هدفك عليا؟ عايزك في كلمتين. كلمتين؟ ماليش مزاج اسمع كلام منك. وبعدين كلمتين ايه اللي انت جاي تقولهم لي دلوقتي؟ كلمتين مهمين يا روح امك. ما بلاش نغلط في بعض احسن. انت دلوقتي ما تعرفنيش كويس، انا ممكن اسجنك اوديك ورا الشمس. انت ما تعرفش ندى بقت ايه. ما انا جايلك عشان كده، عشان اقولك ما تلعبيش في ملعب مش بتاعك. اللي هو ابوي. عبد الحكيم، يا لهوي، اصلا انا لما بسمع اسمه جسمي كله بيتكهرب. اصل عبد الحكيم ده ما فيش زيه. عبد الحكيم ده من الرجاله اللي الست تحب تموت نفسها عليه. هو في حنيته ولا في رجولته؟ مش زي ابنه. ابعد عنه، مالكيش صالح بيه. ابعد ده ايه؟ انت عارف انت بتطلب مني ايه؟ انت اكنك كده بتقولي روحي موتي نفسك، ارمي نفسك من الدور العاشر على الاسفلت. لا طبعا. كنت جايه البلد تعمل ايه؟ جايه اطمن عليه، عرفت انه تعبان قلت اروح اطمن انه بخير.
طب عليا النعمه. اوعى تحلف لاني مش هنفذ حاجه من اللي انت بتقول عليها. واتفضل يلا من غير ما ترد. عارفه لو ما بعتش على ابوي انا هقتلك، انت فاهمه؟ هقتلك. عايزة يا كريمة؟ عايزة بنتي. دقيقة واحدة بس، ممكن أفهم اللي بيحصل؟ أنا أقول لك يا أخويا اللي بيحصل. البيه فاكر نفسه فوق الناس كلها ودايس عليهم برجليه، وإن البلد دي ما فيهاش عمدة ولا حكومة. يا حكومة إيه دي يا مرت عمي؟ عشان نعرف نتفاهموا. مرت إيه يا حبيبي؟ من إمتى مرت عمك؟ من إمتى أنت ليك عم ولا أبوك ليه أخ؟ من إمتى؟ ها؟ من الآخر بقى بقول لك كده، الراجل ده خاطف بنتي ومخبيها في البيت هنا، وانا عايزه بنتي. هخطف بنت اخوي؟ تتجننت يا كريمه؟ روحي يا كريمه، روحي وعقلي ووزن الامور وحط عقلك في راسك. اعرف ان اللي بتعمليه ده نار هتاكلك في الاخر. النار هتولع فيك انت وفي جدتك. اهدي يا مرت عمي، اهدي، ابويا هيفهمك. بنات اخوي أنا أبوهم دلوك، واجب عليا لما يعملوا غلط أصلح الغلط، إلا إذا كنت أنت مش عارفة تربيهم. الغلط يا عبد الحكيم راكبك من ساسك لراسك، أنا بناتي متربيين أحسن تربية. يبقى العيب مش عليهم، العيب عليك أنت. أنت اللي ما عرفتش تربيهم، وأنا بقى اللي حربيهم يا كريمة. حتى لو كان ده مش على هواكي ولا مزاجك. بالهداوة بس يا جماعة، عايزين نعرف ازاي نحل الموضوع. يا جناب المأمور، انت جاي هنا عشان حاجة معينة وهتنتهي دلوك. الأمور دي أمور عائلية مالكش فيها. نعم مالوش فيها ازاي؟ مش المأمور؟ بقول لك ايه؟ أنا ما هسيبش أكوة دلوقتي، بنتي مخطوبة من البيت ده وأنا عايزاها. حاج عبد الحكيم مروان، خد مرت عمك وفهمها الاصول. تعالي يا مرات عمي. انا عارف الاصول كويس قوي. ايه يا حضره المامور؟ ما تتكلم، افتح بقك ولا مش قادر تتكلم؟ يبقى اللي بيتقال في البلد مظبوط 100%. اللي بيتقال في البلد؟ ايه اللي بيتقال في البلد؟ بيتقال في البلد ان عبد الحكيم هو اللي ماسكها وكلامه بيمشي على الكل حتى عليك انت. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا ست كريمه؟ لا كده كتير. كريمه؟ ايوه كريمه، أنا كبير البلد، أنا اللي أقول إيه اللي يحصل وإيه اللي ما يحصلش، فاهمة؟ وأي واحد في البلد هنه يسمع كلامي، عارفة ليه؟ لأن كل واحد في البلد ليا جميلة عنده. عرفت عبد الحكيم يقدر يعمل إيه؟ الكلام اللي بتقوله ده خطير يا حاج. بقول لك إيه يا حضرة المأمور، أنا سبتك تقول اللي في بالك، مش عشان انت عايز كده، عشان انا موافق على كده. قلت برضه عبد الحكيم حضرة البيه المأمور راجل محترم، واجب علي ان اسمعه، بس مش خوف منك. الله 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 على اللي انتوا بتقولوه الحلو ده. يعني انا دلوقتي اما عاوز اخد حقي، اخد حقي من مين لا مؤاخذة؟ اخد حقي من مين يا سيادة المأمور؟ كريمة خلي بالك من كلامك. لا يا راجل، بتتكلم بجد؟ ما تقول لي هو ان الكلام ده خطير، ولا انا كلمتي لا مؤاخذه اللي وقفت في زورك؟ بس انا هاخد بنتي، يعني هاخدها، انا هاخد زينب بالنار بالدم باي حاجه، هاخدها يا عبد الحكيم. الكلام اللي قلته ده خطير يا عبد الحكيم، وكان لازم تعمل اعتبار لوجودي. الموضوع ما يخصكش يا حضره المأمور، الموضوع ده يخص البيت واللي فيه. وانا قمت بواجب الضيافه، ما قلتليش انت كنت عايز تسال جبري يعني. اوعى يا مروان، اوعى، سيب يدي، شد انت ولا ما تجننتش. اهدي
خلينا نقعد ونتفاهم. نتفاهم على ايه؟ زينب فين يا مروان؟ يا زينب يا بنتي، يا زينب يا زينب بنتي فين؟ عايزة ايه يا ولي؟ ولولو عليكي من بدري يا بعيدة. اطلعي فوق يا امه، اطلعي فوق. روح شوف ابوك يمكن عايز حاجة وسيب لنا الليلة دي. اطلعي فوق، احب على يدك. مادام ما طلعش من المكتب يبقى هو عاوزنا نشوف انا الموضوع ده. روح شوف، روح شوف. لا خليك واقف يا مروان، خليك واقف عشان تسمع وتعرف اللي ما عرفتوش وما سمعتوش، واللي عبد الحكيم كمان ما يعرفوش ولا يمكن عارفه ومطنش. اللي هو ايه؟ عبد الله مات ازاي يا جبريل؟ يا قلبي الله يرحمه ويحسن اليه. هو مش مستني دعوتك يا حبيبتي، هو مش مستني دعوتك. قولي لابنك عبد الله مات ازاي؟ ابنك اللي فاكر نفسه خايف على بنات عمه وبيحميهم، قولي له عمه مات ازاي يا جبريه؟ وانا كنت الحكيم ولا كنت الحكيم؟ ما كنتش الحكيم، كنت عزرائيل اللي بيقبض الارواح. قولي لابنك موتي عمه ازاي؟ امك هي اللي قتلت عمك يا مروان. اهدي بس، ايه اللي بتقولي؟ اهدي، الامور ما توصلش لك ده. اهدي. انت عايزه ايه تاني يا ولي؟ انت ما بتتهديش ابدا، عايزه مننا ايه تاني؟ مش كفايه خليت اخويا عبد الله يعيش بعيد عننا؟ مش كفايه ابوي مات غضبان عليه بسببك؟ تعالي يا ريتال، تعالي شوف امك، عايزه البيت ياكل في بعضه. امك دي هي اللي عملت لي عمل عشان توقف حالي وتجهرني على روحي. امشي يا كريمه. ماما عشان خاطري، عشان خاطري امشي دلوقتي. انت تخرسي خالص، مش بستحقشك. انت خلاص بقيتي منهم، بقيتي شبههم. انت مش بنتي، انا اعتبرتك موتي. موتي. لا يا ست الستات، اللي يطلع من تحت عبايه الكبير هو اللي يموت ويدفن ومالوش عندنا عازه. بصي يا كريمه، انت بالنسبه لنا موتي وشبعتي موت من زمان، لكن البنات دول من صلبنا ومش هنسيبهم لك تبيعي وتشتري فيهم زي ما انت عايزه. تصدقي ان انت عايزه تتربي من اول وجديد؟ ايه كفايه، اطلعي بره، اطلعي بره دلوقتي وما تخطيش البيت تاني. اطلعي. شرفت حضره المامور. اهلا، يا اهلا وسهلا. هو انت لسه هنا يا حضره المامور؟ خلص الكبير ظبطك وحطك في جيبه عشان تمشي على هواه؟ الكلام اللي بتقوليه ده عيب يا ست كريمه، ولازم تعرفوا ان انا اللي بمثل القانون هنا، والقانون فوق الناس كلها. انا فوق القانون يا حضره المامور، مع السلامه. رجال اطلعي فوق، اطلعي. مروان البس حميتك وحصلني، عندنا واجب. كريمة امشي أحسن، واكفي خيرك شرك، وبلاه كتر الكلام عشان آخرتك ما تبقاش على يدي حبيبتي. وحيدة يكون آخرك انت على يدي، على يد أنا يا جبرية. شرفت حضرة المأمور. أهلا، يا أهلا وسهلا. هو أنت لسه هنا يا حضرة المأمور؟ خلص الكبير ظبطك وحطك في جيبه عشان تمشي على هواه؟ الكلام اللي بتقوليه ده عيب يا ست كريمة، ولازم تعرفوا إن أنا اللي بمثل القانون هنا، والقانون فوق الناس كلها. أنا فوق القانون يا حضرة المأمور، مع السلامة. رجال اطلعي فوق، اطلعي. مروان البس حميتك وحصلني، عندنا واجب. كريمة امشي أحسن، واكفي خيرك شرك، وبلاه كتر الكلام عشان آخرتك ما تبقاش على يدي حبيبتي. وحيدة لكون آخرك انت على يدي، على يد أنا يا جبرية.
لازم أسيب كريمة مع عمك وفوزية حريم ويتصرفوا مع بعض. أنا لو كنت قعدت شوية كمان كنت تخفيض قاهيار جبت أجلها وخلصت منها. بس هي عندها حق. كلام اللي بيقوله ده مروان أنت جننت؟ كريمة عقلها مليان غل وقلبها كمان عايزة تنتقم مني بأي طريقة وعايزة ترمي بنتها في النار عشان الأوهام اللي في دماغها. مش مهم مصلحتهم. خلاص بالك أنا خايف على البنات. تعال يا أبوي بالراحة. إيه أقول لك على حاجة قسما بالله رتال عندي أغلى من شمس. وأقول لك على حاجة كمان قول أنت كمان زينب تستهلك يا بوي. عايز تجوزني واحدة شايفة إن قتلنا أبوها؟ واحدة حاسة إن واكلين حقها وحق إخواتها كمان؟ كيف؟ هعيش معاها كيف يا بوي؟ حتى لو وافقت هي هتقول لها لما تعرف إن ده مش صح وإن اللي في دماغ أمها أوهام حتلين. زينب أهدى إخواتها لما كنا في مصر قبل المرحوم حسيت إنها قريبة منك. يعني جوازك من زينب وجواز حسن من الرتال هيحل مشاكل كثيرة. الفلوس والأرض؟ لا مش قصدي. لا هو ده القصد. وماله؟ أو نحتفظ بفلوسنا ما تطلعش برانا. أخبار فريدة إيه؟ أنا مش بلوم عليك. فريدة فرصة وفرصة جامدة. مالك؟ أنا اتبسطت إنك اتجوزتها. أيوة أنا كان الهم شاغل بالي عمال أقول إيه اللي مخلي نادية لابدة في مروان بالشكل ده. افتكرت إن في حاجة جواك مكسورة أو فيك عيب. بس دلوقتي جوازك من فريدة كيفني. بس مش دي اللي تشيل منك ولا تشيل اسمك ولا تجيب عيل. وأمي؟ سلام قولا من رب الرحيم. مال همك؟ هتوافق تتجوزني من زينب؟ إذا كان على أمك لا عايزك تتجوز زينب ولا غير زينب، عايزة تجيب لك هي واحدة تحمل منك وتجيب الواد وبعد كده تدفنها. لو سمعتك هتزعل. هو أقول لها؟ مش هقول لها. بالك أمك دي كانت زي النسمة حمسة الياسمين يستحي منها. بس بعد الجواز بقيت حاجة تانية خالص. الياسمين نشف. الست اللي تحس إنها أحسن من الناس كلها وإنها بتعمل لهم كل حاجة وإن هم ما يستاهلوش تبقى هي اللي ما تستاهلش. المرة اللي لما تعمل خدمة كد كده وعايزة اللي تعمله الخدمة يعظم لها تبقى مرة نكد والفقر يعشش بيتها. أنت بتحب أمي؟ أمك ملك زمان الجواز كان عامل زي البطيخة المكفولة يا تطلع حمرة يا تطلع قرعة. وبطيختك كانت كيف؟ ملحة. ملهاش ملة. أمك قفلت قلبي ما بقتش أحب حد خلاص. المهم أنت هتتجوز زينب؟ قلبي بقول لي آه، عقلي بقول لي كيف؟ قلبك
قلبك هو الصح وأنا كمان صح. نجيب سيرة لأمك. تفضل تفضل يا عودي. والله اتبسطت جدا من مكالمتك النهاردة. معلش أنا اتأخرت عليكي بس عشان كان عندي جلسة. لو مش فاضي ممكن أجيلك في وقت تاني. لا خالص أنا خلاص خلصت شغل، وبعدين لو في باقي شغل ولا حاجة عندي الأساتذة هنا بيخلصوا كل حاجة. إيه ده؟ أنت عندك موظفين كمان؟ آه طبعا. أنت لحقت؟ لا ما أنا الحقيقة كنت ناوي أفتح مكتب من زمان، وكنت عاوز أعملها لك مفاجأة بس يعني ماشي الحال. المهم انتي اكيد طالما جيتي لحد هنا يبقى عايزه مني حاجه مهمه. هو انا عشان اجيلك هنا لازم اكون عايزه منك حاجه؟ لا والله انا ما اقصدش بس يعني عادي. على العموم انت عندك حق فعلا، انا عايزه منك حاجه وحاجه مهمه قوي كمان. ايوه اللي هي ايه بقى؟ عايزه ارفع دعوه على عمي تاني. انا مش هقولك ايه اللي بيحصل هناك، وان الحكايه دي عشان تنتهي لازم ناخد اتجاه قانوني، وانا عارفه ان انت هتساعدني يا عزت. اه طبعا. وبعدين انا مش عايزك تقلقي خالص، انا عندي هنا ستاف محامين هايلين. كسبت القضيه النهارده ومن اول جلسه. لا ما تقوليش عملتيها. طبعا يا استاذ. يا بنت اللذينة. رنا بقى من اشطر المحامين عندي في المكتب. شهد صديقه عزيزه عليا جدا. اهلا وسهلا. طيب انا لازم امشي. ايه في ايه؟ احنا لسه ما خلصناش كلامنا. لا يعني هسيبكم تحتفلوا بقى. طب وايه يعني ما تقعدي تحتفلي معانا؟ بصي طالما انت عزيزه على الاستاذ عزت تبقي عزيزه على كل في المكتب. يلا بقى كده احتفلي معانا. انا بعت محمد عشان يجيب شويه جاتوهات كده وحاجات ساقعه. طب كويس على حسابي. لا حسابك ايه، احنا لمينا من بعض خلاص ودفعنا، خليها علينا المره دي. انا اسفه جدا، استعين بعته يجيب حاجات فانا خيبه قوي ما بعرفش اعمل اي حاجه غير هما شويه شاي، يا دوب هعملهم لك. عن اذنك. واضح ان الناس هنا بتحبك قوي. اه الحمد لله، بس انا بصراحه لما اخترتهم هنا اخترت ناس عايزه تنجح وعايزه تحقق طموحها. تقعدش بقى تندب حظها وتقول القطر فاتني ويا ريتني كنت وصلت بدري وكده يعني. طبعا تقصدني انا بالكلام ده؟ بصراحه اه، اصل انت عارفاني ما بحبش اللف والدوران. بص يا شهد، انا لو ما كنتش بعزك ما كنتش اقولك الكلام ده. اتغيرتي فجاه كده بشكل يخلي اي حد يشك ان انت يعني ان انت مش عاديه، انه اتخدع فيكي. بس انا بقى عشان عارف ظروفك ما حاولتش اخد منك موقف. طب ممكن بقى تسيبك من كل الكلام ده وتقولي احنا هنعمل ايه في القضيه؟ طيب مبدئيا كده لازم نقعد ونشوف ورق القضيه كله، نشوف الاصول والتجاره والميراث، ونتاكد كمان اذا كان والدك له حق في الميراث ده ولا لا، ونتاكد اذا كان كلام عمك صح ولا لا. لان لو عمك فعلا اتكتب له الميراث كله يبقى احنا ماشيين في سكه ملهاش اي لازمه. انت معايا؟ اه. هو ده كل اللي قدرت عليه يا جناب المأمور؟ يا ست كريمه بالهداوه، الامور زي دي لازم لها عقل وتفكير. عقل وتفكير ايه؟ عبد الحكيم لازم يحس ان انت اقوى منه، لازم تطقه فوق دماغه. امال انت فكرك ايه؟ لو هو حس اللحظه ان انت ضعيف لا هتعرف تاخد منه حق ولا باطل. اسالني انا. طب اهدي بقى واسمعي اللي اقول لك عليه عشان تعمليه. اتفضل. انت تطلعي من هنا على النيابه تقدمي بلاغ ان عبد الحكيم خطف البنت، والنيابه هتعمل تحرياتها، وبناء عليه هيطلع امر الضبط والاحضار. الضبط والاحضار لمين بقى؟ عبد الحكيم. البوكس وعساكر تكركره من البيت وترميه جوه البوكس؟ مش شرط. الله، يبقى لازمته ايه بقى الضبط والاحضار بتاعك ده؟ لازمته لما يروحوا له ويحققوا معاه، لو لقوا البنت عنده فعلا ساعتها ياخدوا معاه الاجراءات اللازمه. يعني كده فيها حبس؟ ممكن. ألف هنا حبيبتي، كلي كلي، حمل الكلام الفارغ ده. ده مش كلام فارغ ده يا جبرية. والله كلام فارغ. طب أقول لك إيه؟ أنت مصدقة كريمة؟ دي راسها اخترحت منها وما دريناش هي بتقول إيه؟ والله أنا مظلومة. طب أقول لك عشان تعرفي أنا مظلومة قد إيه؟ الله يرحمه عبد الله مات في المستشفى، وفي المستشفى هما اللي طلعوا له شهاده الوفاه وتصريح الدفن. بعيد يا اختي عن القاعدين والسامعين يعني. لو كان في حاجه كده ولا كده
كانوا سابوني؟ كانوا هملوني؟ لا. أقول لك على حاجة كمان، كريمة كانت قاعدة هنا وعبد الحكيم إيه؟ عمل لها أوضة يرمح فيها الخيل، شرحة بيرحة، مشت لي. ما من عمايلك يا جبرية؟ ماشي، أنا كرهاها، طيقهاش. هي تمشي ليه؟ ده بيتها، البيت الكبير، تمشي ليه هي يا جليل؟ أقول لك، بنت ريتال بتجوز مين؟ والدي. حبلة من مين؟ والدي. عملتش حاجة أنا؟ عملتش حاجة. مظلومة، بقول لك مظلومة، والله مظلومة، ربنا شاهد. هقول أقول لك على حاجة كمان، فوزية. مالها فوزية؟ اسأليها مين اللي عمل لها العمل. مال إيه حكاية الدلال دي؟ مش عرفنا أنا، ليش صالح أنا بدلال ولا غير دلال؟ أها، اسألي كريمة، كانت خايفة منها ليه؟ كانت بتطلب منها إيه؟ أقطع دراعي من هنا، لما كانت كريمة هي اللي قتلتها. بس اللي بينقال غير كده؟ إيه اللي بيتقال؟ بيتقال إنها كانت معاكي. أنا؟ ولا شفتها يا أختي، ولا شفتها. من اللي بيقول كريمة؟ ليه؟ عايزة تخلص مني والناس تكرهني. أقول إيه؟ مظلومة، استغفر الله العظيم. وإنتي يا كبيرة يا عاقلة تسمعي كلامها؟ أي على عمها؟ لا يا جليلة لا، ملكش حد يا أختي. عقليها، قولها عيب، ده احنا عيلة واحدة، يصحش اللي هي بتعمله ده. لا. طب وزينب؟ ليش صالح بيها أنا زينب دي؟ ليش صالح بيها؟ هي حرة تقعد تمشي، ليش صالح؟ أنا هقولك إحنا بنعمل إيه وهما بيعملوا إيه عشان تعرفي من الغلطان. يصح يا جليلة يا أختي تدي بنتها للعمدة؟ زينب تتجوز العمدة؟ ده عيب الشوم. من متى يا أختي؟ من متى إحنا بناتنا بيطلعوا برانا؟ من متى بناتنا بياخدوا أغراب؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. هقول ايه؟ هقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. والله ما عارفه اصدق مين ولا مين. حلوه قوي الحركات دي، يعني احنا بعد كل قضيه نقعد نعمل عزومه زي دي، يعني اللي هناخده من الزبون نصرفه على بطننا. لا طبعا، دي اسمها حلاوه البدايات يا جاهل، وبعدين لازم لما تنجح تكافئ نفسك. اه بس مش للدرجه دي. مالك يا شاهد ساكته ليه؟ ابدا بسمع. على فكره الاستاذ عزت كان بيقول عليكي محاميه شاطره جدا. مع اني يعني عمري ما وقفت في محكمه. لا بس انتي بتفهمي في القانون كويس قوي. كان عزت قال لي ان انت ورانا هتكونوا معايا في القضيه. اه على فكره الاستاذ عزت كلمنا عليكي من قبل ما تيجي، يعني تقريبا من 10 ايام كده. انت كلمتهم بجد يا عزت عن القضيه؟ اه طبعا، لان انا من الاول كنت شايف ان الحل السليم في الاتجاه القانوني. حتى لو مش هتاخدي حاجه خالص وهتخسري القضيه. حتى لو مظبط كل ورقه ما يهمكيش. ازاي؟ اقول لك على حاجه وما تزعليش؟ انا طول عمري بكره ماده الميراث في كليه قوي. دايما الدكاتره لما كانوا بيقولوا لي على الحالات بتاعتها كنت بستغرب جدا، وبقعد اسال نفسي هم ازاي كانوا بياكلوا في طبق واحد وفجاه بقوا بيقفوا يتخانقوا مع بعض في المحاكم. يعني انا مش فاهمه، انت عايزه الناس تسيب حقها؟ انا ما قلتش كده طبعا. وبعدين انا مش بلوم اللي ليه حق، انا بلوم اللي بياخد الحق. وبعدين اغلبهم بيبقوا ناس اصحاب ملايين. انا مش فاهمه ازاي يعني ما بيعملوا كده مع بعض. ايه الطمع اللي هم فيه ده؟ هي دي سنة الحياة، طمع الدنيا. لا مش طمع الدنيا، ده حاجة أكبر من طمع الدنيا. مالك يا رنا؟ قلبتها دراما ليه كده؟ وبعدين القضايا اللي زي دي عمرها ما تنتهي. أصلي بصراحة مش متخيلة أبداً إنه يحصل. أصل أنتِ ما عشتيش تجربة إن حد ياخد حقك وبعد كده يعيش متهني بيه وأنتِ مش عارفة تطولي منه ولا حاجة. أنا آسفة، أنا ما قصدتش حاجة. وأنا مش قصدي، أنا بس كنت بفهمك. هو أصلاً العيب في القانون. آه العيب في القانون. لازم يكون في عقاب رادع لكل واحد واخد حق غيره. طب ممكن بقى نحتفل بالنجاح وبلاش نتكلم في الموضوع ده؟ لا انا عايزه امشي، لازم اروح. في يا شهد مالك، انت زعلتي ولا ايه؟ انا اسفه، انا ما قصدتش حاجه، انا كنت بتكلم بحسن نيه. انا اللي اسفه، عكننت عليكم، بس انا لازم اروح عن اذنكم. صدقني حد قليل الذوق جدا. وانا مال انا؟ وانا اللي قلت لها تزعل؟ وبعدين هو اصلا في محاميه شاطره ترفض ان انا اقول كلمه الحق. هو في محاميه بتتقمص اصلا؟ خش 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 خش، تعال. واختفي فين يا واد؟ مش باين ليه؟ هو انا لازم ابعت لك مليون مره؟ ولا فوزيه حلوه وجوازه حلوه في عينيك؟ هو امورينا ست كريمه. الله، مالك مش على بعضك كده؟ انا بصراحه قلقان لحد يجي ويشوفني عندك. مفيش حد جاي،
قولي يا محروس، اخبار زينب بنتي ايه؟ في البيت، قاعده في الاوضه اللي انت كنت تقعدي فيها. وعاملين معاها ايه وبيعملوها ازاي؟ اطمني، الحاج عبد الحكيم موصي ان لا حد يلمسها ولا يزعلها. والله في الخير، كتر خيره. وانت عملت ايه في موضوعنا؟ والله يعني مالك بتتعامل كده؟ بين لي انت بس كرماتك، وانا هنفذ كل حاجه اتفقت معاك عليها. قلت لها تطلب دار لوحدها. مش كفايه يا اخويا، انا عايزاك تلعب في عداد مخها، عايزاك تشعوطها، عايزاك تخليها تطلب منه ارضها وفلوسها وذهبها وكل حاجه ليها عنده. ما اقدرش ما اقدرش، ما انا لو عملت كده هيعرف ان انا اللي وازيزها ووراها. وبعدين فوزيه دي هتبقى زي الخاتم ده في صباعي، اللي هقول عليه هتنفذه بالحرف. اهدي انت بس، الايام لسه جايه يا ست كريمه. اما نشوف. يلا عن اذنك. رايح فين؟ اه بالحق، الحاج عبد الحكيم. اشمعنى؟ سمعت كده ان هو عايز يجوز زينب لمروان. انت متاكد؟ ايوه متاكد. فكري مع نفسك، انا لازم امشي. سلام عليكم. افتح لي الباب، طلعني من هنا، افتحوا لي الباب، افتحوا لي الباب، انا عايزه امشي، افتحوا لي الباب. اسكتي يا زينب اسكتي. عايز ايه؟ عايز اتكلم معاكي. هتقول لي ايه؟ هتبرر اللي انت وابوك بتعملوه؟ لا، عايز اقول لك الحقيقه. اللي هي ايه بقى؟ ان شاء الله. ابويا بخاف عليكي. لا والله، مش هو لوحده، انا كمان. انا مش عايزه حد يخاف عليا، انا مش عيله صغيره، انا عايزه امشي من هنا. مش عايزه امشي. لا صغيره مجنونه، وعقلك مش معاكي، عقلك متلخبط، مش عارفه الصح من الغلط، مش عارفه بتعملي ايه. فين زينب؟ فينها؟ دي لما كانت بتتكلم تاخد العقل. اللي قدامي دلوقتي مش زينب، دي واحدة تانية. وانت كمان مش مروان. مش مروان اللي انا اعرفه. مش الشخص اللي انا قعدت وارتحت لما اتكلمت معاه. كنت حاسه ان انت الوحيد اللي مختلف عن كل الناس اللي موجوده هنا. انت عارف انا تخيلت ايه؟ ان انت هتطلع هنا وتطلعني من المكان اللي انا فيه ده وتقول لهم ان زينب براحتها، هي حره، هي الوحيده المسؤوله عن تصرفاتها. تعال. زينب، ما تزعليش من الناس اللي بتحبك وخايفة عليكي، حتى من نفسك. أنا مش في خطر عشان حد يخاف علي. هو ده الخطر بحد ذاته، لما تكوني وسط النار وتفتكري إنها الجنة. مهما كانت الخلافات اللي بينا، ما توصلكيش تعملي كده، ما توصلكيش شيء. العمدي يا زينب، حمدي، تأخروا أي وحدة، أي وحدة في البلد، تأخروا وحدة كيف دلال، تقول نعم وحاضر، حاضر يا سيدي، فوق دماغي، وده مش انتي، مش انتي. فين زينب اللي كانت تتكلم على الجواز وتتكلم على البيت وكيف تحقق أحلامها وطموحها؟ فين هي زينب؟ أنا جاي أتكلم معاكي، وعارف انك هتفهميني وهتعرفي اني على حق. امك قتلت ابوي، الصح؟ صح، اقسم بالله ما هو صح. بلاش تحلم، بس انا عارفه متاكده ان صح. والمستشفى يا زينب، وشهادة الوفاة يا زينب، ما تخليش الشيطان يلعب في دماغك يا زينب ويخسرك ناسك يا زينب. أبوك قتل خالي. خالك كان غلطان، ودي لحظة شيطان.
لحظة شيطان ايه؟ طب اقول لك انا عايز افرض ان كلامك ده صح تضيعي نفسك؟ طب لو كان خيري هو اللي قتل ابوك كنت هتعمل ايه؟ كنت هتسكت ولا كنت هتضيع نفسك؟ رد عليا، انا عايزه منك اجابه، بعدها اعمل اللي انت عايزه. ليه مش سؤال؟ بقول لك افرض. طب لو كان حد اثبت لك ان امي هي اللي قتلت ابوك كنت هتعمل ايه؟ عمري ما كنت هصدق الكلام الفارغ ده. مروان اللي انا اعرفه بشخصيته بوشك بملامحك دلوقتي بتقول ان انت عمرك ما كنت هتسيبها، ده انت كنت ممكن تولع فينا كلنا عشان انت بس تبرد. مروان بشخصيته عايز اقول لك حاجه، هو بيخاف عليكي، بيخاف قوي كمان، افهميني. عندما أكون أمامها ينتفض قلبي، أصبح عاجزا طفلا أبحث في عينيها عن عشق يراقص أعماقي، عن سكون يزيح كل هذا الألم عني. أريد أن أتنفس من عشقها، أريد أن أقترب أكثر مني إليها، أريد البوح بكل صمتي، أريدها هي لا شيء آخر، أريد كل هذا الحب. سأرفع رأسي للسماء وأناشد ربي علّه يسمعني ويزرع في قلبها حبي. زينب، زينب يا معشوقتي، لدي رغبة بالاعتراف ورغبة بالاقتراب ورغبة أخرى. مفيش حل، زي ما قال ابويا لازم اتجوزها من غير ما يقول، من غير ما يقول انا عايز اتجوزها. ناديه، عايزاكي تصنفري مخك وتلمعيه كويس قوي وتشوفي لي واحده من البلد ما يكونش حد يعرفها ابدا. انت عاوزاها في ايه دي؟ عايزه اقولها على حاجه بس يا رب تعرف تنفذها وتعملها. حاجة ايه؟ انت عايزة تعرفي كل حاجة؟ ايوه يا عم، دي رسينك ده. هقولك، عايزاها تروح للمأمور من تحت لتحت وتقول له انها شافت جبرية ودلال داخلين الطاحونة سوا، وبعد شوية جبرية خرجت لوحدها من غير دلال. بس اجيبها منين دي؟ هتدوري هتلاقي. ايوه يا عمتي، بس اللي زي دي ما هتعملش كده ببلاش. يا بنتي، هو في حد النهارده بيعمل اي حاجه ببلاش؟ كله بتمنه، المهم تلاقيها لي. عرفتي؟ ناديه، يجيبوا كام دول؟ عمتي، انت عاوزاني ابيع ذهبي؟ غصب عني يا بنتي، غصب عني. جبريه وعبد الحكيم هيركبونا اكتر من كده ويدلدلوا رجليهم يا ناديه. تعيطيش يا عمتي،
صيدلي. سامحيني. ما تعيطيش. أنا هدورها في دماغك دي لحد ما الاقيها وهلاقيها إن شاء الله بالإذن. على فين؟ هنزل مصر. مصر؟ ليه خير؟ مشوار مهم قوي ولازم أعمله. معلش. تشكر يا حبيبتي. توصلي بالسلامة. نزلنا مصر قعدنا لنا يومين ولا حتى نزلنا اسكندرية. منين بس يا فوزية؟ قول انت. اه بس ولك صالح. يعني انت فكرك يعني ان مروان ولا اخوك عبد الحكيم هيسيبوني في حالي؟ وما يسيبوكش ليه؟ ده انت لسه عريس جديد. عارفة يا فوزية حتة الارض الرهيبة اللي احنا شفناها هناك دي تعتبر ملكك. ملكي انا؟ امال ايه؟ ما انا دعبست وعرفت ان ليكي كده كام فدان. عارفه انت الفدان هنا يسوى كام؟ يسوى له كام يعني؟ يسوى له كام يعني بحسبه بسيطه كده تقدري تقولي يطلع لك حوالي 10 مليون جنيه. يا وعدي 10 مليون جنيه؟ امال انت فاكره ايه؟ ده غير بقى الفلوس اللي في البنك اللي سايبها لك ابوك الله يرحمه ومحدش يعرف عنها حاجه غير اخوك عبد الحكيم. طب بس بس ما تقولش كلام انت مش وعي. طب اقسم بالله العلي العظيم زي ما بقول لك كده، ولو مش مصدقاني اسالي حضره العمده. عمده؟ عمده مين ده اللي انا اسال؟ انا اسال اخويا حبيبي عبد الحكيم. هو صح انا ليا كتير بس مش للدرجه دي. طب اقول لك على الكبيره. قول. في ارض داخله مباني، عارفه المتر بيتباع فيها بكام؟ المتر ولا الجراط؟ المباني بتتباع بالمتر يا هبله. عارفه المتر هيطلع بكام؟ بكام يا حدق؟ ب 30,000 جنيه. يا لو يديني فدان واحد بس، فدان واحد ابني عليه كده كام بيت وحته زريبه. اهو الواحد يبقى قاعد في ملكه مش قاعد في اوضه لو قال فيها احم البيت كله يسمعه. طب يلا يا فالح يلا. يلا يا اختي. خير؟ مش خير. اوعى تقولي اتعركت مع امي. لا يا خفيف. اتكلمي زين. اتكلم زين ازاي؟ كنت فين يا حسن؟ كنت غطسان فين؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا حبيبي اني استاذ مروان كل الجو عم على وش الفته عشان يلهف كل حاجه. ايه طريقه الكلام دي؟ هي دي الطريقة اللي هتنفع معاك بعد كده يا حسن عشان تفهم وتفوق. فهمي وافوق ليه؟ تفوق لاخوك اللي أول ما عرف إن أنا حامل وإن أبوك جالي الأوضة وإن أنت خلاص هتبقى على الحجر وكلمتك هي اللي هتبقى مسموعة اتجنن وراح قال له أنا عايز أتجوز. مش فاهم. أفهمك يا حسن، أخوك عايز يتجوز زينب وطبعا هو الكبير اللي ابوك كان نفسه يشوف خلفته من زمان عشان لما اقول لك ان مروان ده مش سهل تبقى تصدقني. طب وهي زينب هترضى؟ حتى لو قالت لا ابوك هيسمع كلامها؟ وحتى يا سيدي لو سمع مفيش غير زينب؟ ما البلد كلها مليانه ستات. هو اول ما عرف ان انا حامل الجن. احنا مش هينفع نسكت يا حسن. مش هينفع. لازم تشوف هتعمل ايه في اللي جاي. عايزاني اعمل ايه؟ انا مش هستنى يا حسن لما الاقي مروان راكب على الكل وبيشوطنا برجليه. طب أنا هسألك سؤال، لو كان كامل اتكلم كان مين اللي هيروح في ده؟ أنت يا حسن. عارف ليه؟ لأن مروان ساعتها كان هيقول أنا ماليش دعوة، أنا ما قلتلكش تعمل كده، والحكومة ساعتها مش هتقدر تثبت إن هو اللي حرض لأن مفيش أي حاجة تدينه. أنت بقى اللي هتبقى في وش المدفع. اللي حصل يا حبيبي إني أستاذ مروان كل الجو عم على وش الفتة عشان يلهف كل حاجة. ايه طريقة الكلام دي؟ هي دي الطريقة اللي هتنفع معاك بعد كده يا حسن عشان تفهم وتفوق. فهميه وافوق ليه؟ تفوق لاخوك اللي أول ما عرف إن أنا حامل
وان ابوك جالي الاوضه وان انت خلاص هتبقى على الحجر وكلمتك هي اللي هتبقى مسموعه اتجنن وراح قال له انا عايزه اتجوز. مش فاهم. افهمك يا حسن، اخوك عايز يتجوز زينب، وطبعا هو الكبير اللي ابوك كان نفسه يشوف خلفته من زمان، عشان لما اقول لك ان مروان ده مش سهل تبقى تصدقني. طب وهي زينب هترضى؟ حتى لو قالت لا، ابوك هيسمع كلامها؟ وحتى يا سيدي لو سمع، مفيش غير زينب، ما البلد كلها مليانه ستات. هو اول ما عرف ان انا حامل الجن، احنا مش هينفع نسكت يا حسن. مش هينفع. لازم تشوف هتعمل ايه في اللي جاي. انت عايزاني اعمل ايه؟ انا مش هستنى يا حسن لما الاقي مروان راكب على الكل وبيشوطنا برجليه. طب انا هسالك سؤال، لو كان كامل اتكلم، كان مين اللي هيروح في ده؟ انت يا حسن. عارف ليه؟ لان مروان ساعتها كان هيقول انا ماليش دعوه، انا ما قلتلكش تعمل كده، والحكومه ساعتها مش هتقدر تثبت ان هو اللي حرق، لان مفيش اي حاجه تدينه. انت بقى اللي هتبقى في وش المدفع. عايزه تمشي غوري، مش همسك فيكي ولا هقول لحد يمسك فيكي. بالك هقول ايه؟ غفلتني وهربت. انتي خايفه عبد الحكيم يجوزني مروان مش كده؟ يا بنت، وهو لو جوزك مروان ياك عشان تتهني ولا انا هخليكي تتهني؟ لا، وبعدين ما كفايه البلوه التانيه اللي جاتلي. طب يقولك بقى ان انا مش ماشيه من هنا؟ يعني ايه يا بت؟ عجبك القعده؟ ده انا عجباني القعده هنا قوي، انت مش متخيله. ولو وصل الامر ان انا اتجوز مروان هتجوزه. هي كريمه بعتك انت واختك عشان تحوطوا على الولد؟ وانت وعمي فلوسكوا كلها، كل حاجه هتبقى بتاعتنا. اه، ما انا اصلي هبقى موالي العهد، واختي ريتال خلاص بقت ام ولي العهد. عشم ابليس في الجنه. يا ستي وماله، براحته، سيبيه يتعشم زي ما هو عايز. انت ايه مشكلتك؟ مش واثقه ومتاكده ان مفيش اي حاجه من الحاجات دي هتحصل؟ عايزه تمشيني من هنا ليه؟ لا اقعدي، هتشوفي ايام سوده. مش اسود من اللي انا شفته. لا اسود. انت شفتيش حاجه عاد؟ وليه ما تقوليش ان انت اللي هتشوفي اللي عمرك ما شفتيه يا جبريه؟ اتأخرت عليك، معلش. ولا يهمك. على العموم أنا رجعت الناسي وقالوا لي السعر مناسب وهم ما عندهمش مشكلة، بس كاش والنبي. فلوسك هتكون عندك عند المغرب إن شاء الله. إن شاء الله. إزيك يا أستاذ حسن؟ فينك؟ موجود. موجود فين يا راجل؟ وإحنا بنشوفك. ما تيجي تقعد مع أخوك هنا وتساعده في الشغل؟ ده المال مالك، ما ينفعش كده ولا إيه يا ابني؟ هيحصل إن شاء الله. 5500 يا عم مروان، ما ينقصوش مليم. حاضر، أنا عمري قلت كلمة ورجعت بيها؟ لا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج. وعليكم السلام. كان عايز إيه؟ أنت تعرفه؟ لا، بس من الواضح إن في حاجة مهمة بيننا وبينه. عايزين نشتري أرضه. هو إحنا ناقصين أرض؟ أبوك اللي عاوز كده، روح قول له. ما تقولش أنت ليه؟ مش أنت الكبير؟ مالك؟ في إيه يا حسن؟ اسمع، أنت لو فاكر إني أنا مجنبك تيجي تقعد هنا تبقى غلطان.
محدش يقدر يعمل كده. صح، محدش يقدر. صح. اسمع يا ولد ابوي، لو عايز تيجي هنا ومن بكره تعال، فكر واعجلها وشوف انت عايز ايه. الفلوس يا باشا. فين؟ والله مش عارف، في واحد جه ساب له بتاع كده وقال ايه عايزينه في النيابه. بتقول ايه؟ هو ده اللي حصل. ما قلتش ليه يا حمار؟ وبعد ذلك يا كريمه ما فيش فايده، حتى بعد بنتك ما بقتش شايله من الواد، واللي جاي كله هيروح ليه؟ ايه رايك بقى في الكلام اللي انا قلته يا حاج؟ البت بتي وانا عمها، وبيتي هو بيتها، وكلام امها ده ملوش عازه، وانت عارف عادتنا حضره وكيل النيابه. يا حاج انا فاهم وعارف ومقدر موقفك كويس، بس انا قدامي بلاغ، والقانون بقى ملوش علاقه بالعادات والتقاليد. وانا ماليش صالح بالقانون، القانون مش هيحل اللي بيني وبين كريمه، مش هيخليها تشيل اللي في راسها، والقانون ده مش هيخليني اهم البنات اخوي واسيبهم يترموا في النار. انت ما خبرش اللي انا بقوله ولا ايه؟ يا حاج انا عارف، بس لو اضطريت ان انا استجوب البنت والبنت قالت اللي انت خطفتها فعلا، ساعتها بقى هيبقى في مشكله كبيره. خطفتها كيف يعني؟ البنت خرجت معايا برضاها، اسال لاهل البلد كلهم. طب ايه رايك ان انا هجوزها للولد الكبير؟ ما الست كريمة قالت اللي انت خدت البنت علشان تجوزها لابنك وتستولى على مراسها الشرعي. مراسها؟ باين عليك ما تعرفش مين هو عبد الحكيم. عارف يا حاج، بس انا بشوف شغلي. ده انت ناوي تسجني بقى؟ لا يا حاج، انا بسأل بس عشان نبقى خلصنا. البت عندي وفرحها الجمعة الجاية، يعني محدش هيقدر ياخدها من بيت عمها حتى لو بالموت. يعني انت خدت البنت برضاها وموافقتها وامها عارفه وكان في ناس واقفه وشاهده على كده؟ البلد كلها تشهد بده. خير يا بول؟ خير في ايه؟ مفيش. بقول لك ايه، خد السواق خلي معاك، انا اخد العربيه انزل مصر. مخنوق، عايز انزل اريح اليومين. اجي معاك؟ لا. طيب خلي السواق يوصلك. انا اللي حاسوق يا ابوي. وشك مش مريحني. في ايه؟ خايف على زعلي؟ احنا كلنا عايشين على حسك يا ابوي. القلوب عند بعضها يا حبيبتي. تشربي ايه بقى؟ مش عايزه اشرب حاجه. مفيده فين؟ اسكتي، مش طفشت. النبي ايه؟ والله غفلتني وطفشت دي، حتى كمان طلعت ناقصه وسرقت الذهب بتاعي. على فكره انا كنت هبلغ عنها، بس والله ما رضيت عشان خاطرك. نعم يا روح امك. وليه الغلط ده بس يا ست كريمه؟ هي روح امك دلوقتي بقت غلط؟ ما تنطقي يا بنت، ما تنشفيش ريقي. انا جايه والسكه طويله عليا ودماغي وجعاني. البنت فين؟ وانا هكذب عليكي ليه بس يا ست كريمه؟ بنت انا مش عايزه لف ودوران في يومك الاسود ده. الله في سمائي لو ما قلت البنت فين هقوم اقتلك. هو في ايه؟ انتوا مالكم كلكم هالين عليا كده ليه؟ هما مين دول اللي هالين عليكي؟ مين جالك؟ حسن. حسن؟ وعارف ان مفيده هنا؟ بقولك البنت طفشت. طفشت؟ طفشت دي تقوليها لحسن، ما تقولها ليش. انا
ممكن بقى تقولي لي انت بتخططي لايه؟ هخطط لايه وبتاع ايه؟ ما هو اسمعي بقى، البيت دي ملهاش متوى غير هنا والبلد، يعني على كلامك لو طفشت من هنا يبقى هتروح البلد، وده مستحيل يحصل. هتقولي البيت فين وانت ناوي على ايه ولا لا؟ بقول لك ايه، انا مش ناقصاكي، دي كانت شنطه مهببه، انا مش عارفه انا ايه اللي دخلني الليله السودا دي. اخر كلام عندي، البنت طفشت وما عنديش كلام تاني اقوله، واللي انت عايزه تعمليه بقى اعمليه. اللي انا عايزه اعمله هعمله. ماشي يا حلوه، ماشي. جمانة مش سهلة وما اعتقدش انها هتوافق. هحاول. لا يا سليمان، لو هي ما وافقتش انا اسمع مني. سلام دلوقتي. اهلا وسهلا. اهلا. ازيك يا ابراهيم؟ وحشاني موت. اتفضل. خير في ايه؟ وحشاني موت. اول ما حطيت رجلي في المطار قلت لازم اجي اشوفك. مطار ايه؟ انت هنا بقالك اسبوع. مين اللي قالك كده؟ طب ورحمه ابويا انا؟ طب تحب اقول لك جدولك ايه بالظبط من ساعه ما جيت لحد دلوقتي؟ طب عايز في حاجه مهمه؟ يا ريت والله مش فاضيه. مش هاخد من وقتك كتير. بقول لك ايه، مزاجي مش حلو ومش ناقصه ومش قادره استوعب اي حاجه، وده مش هيبقى حلو بالنسبه لك. اللي انا هقوله هيعدل مزاجك. اتفضل قول. شكلك متضايق. ابراهيم انجز وهات من الاخر، في ايه؟ طب اطلبي لي حاجه اشربها. طيب بلاش لف ودوران، انا دماغي مش ناقصه النهارده. انت عارفه انا بحبك قد ايه، لله في لله والنيه خالصه لله وربنا اللي يعلم. قوم امشي، مش ناقصه اللف والدوران بتاعك. تعرفي انا مش ولد؟ اه طبعا، الشركه بتاعتي هي اللي هتنفذه. مش لما يرسى عليكي؟ ما يرسيش عليا ليه؟ ما انا جايلك عشان نتكلم سوا. تتكلم في ايه؟ الشركه عندنا هتديك اللي يرضيكي ويريحك وتخلعي. والله صدقيني اللي انا بقوله ده في مصلحتك. تخيلي كده، عمال ومكن ومهندسين وشغل ليل نهار وتسليم واستلام، وممكن يقولك الطريق غير مطابق للمواصفات، وتلاقي نفسك بتدفعي قد اللي انت كنت عامله حسابك تكسبيه مليون مره. انا بقولك بقى ريحي دماغك من ده كله، وليه تتعبي نفسك لما ممكن ترتاحي؟ قوم اطلع بره. ليه كده بس؟ ده انا عايز المصلحه. انت اهبل ولا ايه؟ فاكر نفسك ايه؟ بتكلم مين؟ قوم، مش عايز اشوف وشك تاني. انا غلطان، فكري وانا في انتظار مكالمتك. سلام يا روحي. واحنا هنقعد كتير كده يا ست هانم؟ يا عم انت مالك؟ انت مش في الاخر هتاخد فلوس وخلاص؟ وبطل رغي بقى، مش عايز اوجع دماغ. الله. هو في ايه؟ انت مالك؟ منور يا عبد الحكيم، منور. ده حلوت قوي يا عبد الحكيم. انا مش عايزه اسمع منك ولا كلمه، انا عايزك تقعد بقى كده وتصحصح لي وتفوق لي على الاخر. عايزك تبقى مبسوط عشان عندي خبر حلو عايزه اقوله لك. خبر ايه اللي حلو؟ ساعه ما نزلت البلد الاخبار السوداء نزلت لف على راسي. ايه دي؟ انت عارف شكلك كده حلو قوي. الوحيدة اللي محسساني اني لسه في الرجاء. انت حياتي. بس ما كنتش لازم تدلي على البلد. لا بقى كان لازم. لا بقول لك ايه بقى، مش عايزنا نعرف بعض. ازاي بقى؟ طب ده احنا عمرنا ما هنسيب بعض بعد كده. ايه مالك انا ده؟ ان شاء الله بعضك. في حاجة عايز اقولها. أنا حامل. حامل يعني كيف؟ مش فاهم.
حامل يعني حامل، يعني بيبي بامبينو صغير، يعني واق، يعني نينا هو يا حبيب ماما وبابا. حامل، قوليها تاني كده عشان انا مش فاهم. انا حامل منك يا حياتي. انت بتقول ايه يا بنت الرفه دي؟ انا قلت حاجه غلط؟ كل كلامك غلط. انا قلت ان انا حامل منك، ايه الغلط في كده؟ ايوه عشان كده دليتي على البلد، ايه؟ عشان تشوفيني، ايه؟ كنت فاكرك مش قادره على بعادش. انا بحبك يا عبد الحكيم، ومش عايزه حاجه غير ان انا افضل جنبك على طول. انا كل اللي طالباه منك انك تعترف بس باللي في بطني، وبعديها تسافر وتسيبني هنا في مصر، وقت ما تحب تيجي تعال، انا هسيب كل حاجه عشان خاطرك. عشان كده لعبت عليها الملعوب دي يا بت. كانت لعبة، بس بعد ما عرفتك عرفت اني مش هعرف راجل تاني زيك. كان كل همي ان انا افضل جنبك، اعمل اي حاجة عشان افضل معاك على طول. انا اتعمدت ان انا ابقى حامل منك علشان محتاجالك. انا عمر ما اي حد عاملني كويس، عمر ما حد حس بيا ولا حسسني ان انا بني ادم. انا عارفه اللي بيدور في دماغك كويس، بس انا بقول لك اهو، انا هفضل قاعده في الشقه دي، عمري ما هخرج منها، بس بشرط تفضل قاعد معايا على طول، انا وانت وابنك. بتدور عليه وانا ادلك. جبرية؟ يا عين جبرية، ايه؟ عايزة ايه؟ بدور على شهادة الميلاد بتاعتي. هو انت على ايامك كان في شهادة الميلاد؟ وعايزاها في ايه؟ تكونيش نسيتي اسمك؟ لا ما نسيتش يا اختي، عاوزاها في حاجة. صح، بس اجي عبد الحكيم واقول اللي كنت بتدوري فرج وهو يطلع لك اللي انت عايزاه. جرى ايه يا جبريه؟ ما قصدتش حاجه غلط انا. ولا انا قصدت حاجه غلط، في ايه؟ اوه ده مسبت ايه ده؟ شهادة الميلاد.
نعم. بدك رهين صح؟ والله ما عارفة عندك حق ولا لا. عايزة ايه؟ عايزة اتحدثي معاكي. جابرية بعتكي عشان تخلينا امشي مش كده؟ طب انا بقى مش هتحرك علشان لو مشيت من هنا العملية هتتكلفت وتبقى خلصت وخلاص، وانا عارفة ان امي مش هتسكت، بس انا بقى عايزاها لما تجيب البوليس وتيجي تلاقينا هنا كلنا بربطة المعلم وانا محبوسة في الأوضة دي، علشان انا هقول ان هو خطفني وحبسني وهيجوزني ابنه بالعافية. هي جبرية عايزاكي تمشي؟ يا سلام، ده يعني على اساس انك ما تعرفيش؟ زينب، هو احنا لينا فلوس قد ايه من ميراث ابويا؟ ايه؟ انت بتسالي ليه؟ لا خلاص ما بسالش ولا حاجه. كتير يا فوزيه. كتير قليل؟ خلاص ما عايزاش اعرف. ملايين. ملايين؟ لينا كلنا ولا لكل واحد فينا؟ كل واحدة ليها على الأقل 5 مليون جنيه، أنت بقى لوحدك ليكي أقل حاجة 10 مليون جنيه. معقولة؟ 10 مليون ليا لوحدي؟ بس دي كتير. إحنا اللي عندنا برضو مش شوية. هو متر الأرض لما يبقى مباني بيبقى سعره على مش كده؟ أنت عارفة يا فوزية؟ انتي لو كنتي خدتي فلوسك من زمان كان زمانك بقيتي عامله ازاي دلوقتي؟ كان زمانك دلوقتي متجوزه واحد احسن من محروس ده مليون مره، بيه كده عليه القيمه، حاجه تليق بيكي. بس محروس بيحبني. حب يا فوزيه، الراجل هنا عندكم في البلد بيتجوز الست على حسب المال والعيله والعزوه، علشان العزوه والعيله هم اللي بيبقوا سند العيال بعد كده. وانا يعني كنت هعمل ايه بالفلوس دي كلها؟ شوفي حياتك، تسافري تتبسطي، تشوفي الحياه اللي انت محرومه منها. انت حيالله هنا ليكي اوضه جوه بيت مالكيش فيها غير سرير ودولاب يا فوزيه. محدش بياخد اكتر من نصيبه. نصيبك موجود وكبير قوي، بس انتي اللي سايباه. هي جبريه كانت عايزاكي تمشي ليه؟ خافت، مش عايزه حد ياخد حاجه، لانه بجوازي من مروان هبقى حطيت ايدي على كل حاجه انا وريتال. ايه فكري في ايه؟ بس عبد الحكيم مش مخليني محتاجة حاجة. لا مخليكي، حرمك من حياتك. فكري كده، انت لو معاكي فلوسك دلوقتي كان في كام واحد جيت رمى تحت رجليكي عشان يتجوزك؟ يبقى حماني، هو عارف ان اللي هيجي هيبقى طمعان فيه ياخد فلوسي وبعد كده يرميني. بتحكي على نفسك يا فوزية، اللي معاه كتير بيتجوز اللي معاه اكتر عشان يحمي عياله من غدر الدنيا. طب ما عبد الحكيم عنده كتير، واللي هيجي هيبقى عارف ان انا ليا ورث كبير. اللي جاي عارف ان عبد الحكيم حاطط ايده على كل حاجه وهو اللي ماشي كل حاجه، محدش ليه كلمه غيره. على فين؟ حنان. هتردي عليا يا بنتي؟ مالك فيكي ايه؟ مفيش حاجه يا ماما. انتي قابلتي عزت؟ اه. وازايه؟ يعني اتفقنا ان احنا هنرفع القضيه اليومين الجايين. وهو عامل معاكي ايه دلوقتي؟ ولا حاجه. لسه واخد على خاطره منك مش كده؟ واخد على خاطره ومش واخد على خاطره خلاص ما بقاش يخصني يا ماما. انا اللي يهمني دلوقتي ان يقف معايا في اللي انا عايزه اعمله وبس. مش باين عليكي يعني ان عزت ما بقاش يهمك؟ انت عايزه تقولي ايه يا ماما؟ لا اوعي تكوني فاكره يعني ان انا متضايقه مثلا ولا لسه بفكر فيه. لا ده انا شلت الموضوع خالص من دماغي.
بتهلي وبتنكتي ان هو سابك وندمانه ندم الدنيا والاخره. هندم ليه؟ ده الموضوع خلص خلاص. مخلص وانا متاكده. انت عارفه لو فتحتي لعزه السكه تاني هيجي لك جري. عارفه ليه؟ عشان عزه راجل جدع وغير كده وكده بيحبك. عارفه يعني ايه بيحبك؟ ماما لو انت دخلتي على عيله ولقيتيهم بيقطعوا بعض عشان الورث ساعتها هتقولي عليهم ايه؟ على فكره انت مش ملزومه باي حاجه، ولو عايزه تشيلي ايدك من القضيه شيليها. لو اللي انت هتعمليه ده هيقربك من عزت، بس خلي بالك معناها ان انت بتتخلي عني وعن اخواتك البنات وعن حق عبد الله ابوكي وعن ارضه وعن ورثه. فهمتي؟ اطمني يا ماما، انا عزت بالنسبه لي مجرد محامي، وانا معاه دلوقتي علشان حقنا وحق بابا وبس. انت متأكدة؟ بسرق فلوس ابويا تبقى فلوسي. مش فلوسك. لا فلوسي زي فلوسك ورصيدك اللي بالملايين. لا قول يا مروان، هو رصيدك ده جه منين؟ تعال تعال واشتغل واقعد مكاني وهيبقى معك فلوس اكتر مني كمان. خش عليا، خش رجع الفلوس. مش هديك حاجة. حسن لو أبوك عرف هيروح فيه. انت طبعا هتقوله عشان حسن يبقى حرامي ومد يده، وانت اللي بتخاف عليه وبتراعي مصالحه. ومدام حسن طلع حرامي يبقى لازم يفضل بعيد عن كل حاجة. صح يا مروان؟ الصح اللي كان يقوله أبوك كان يقول عنك ما بتنفعش في حاجة ولا في الشغل. بس أنا الغلطان كنت أقول له يا أبوي ده حسن أجيبه عندي يعرف كل حاجة أعرفه في الشغل. بس أنا اللي غلطان أنا. ما هدي طريقتك، تعبان تخش عليه بالحنية والكلام الناعم عشان يصدق إنك مش طمعان في حاجة وإنك بتخاف عليا وما عندكش مانع إن أبقى معاك، صح؟ رجع الفلوس. لا رجع الفلوس أحسن لك. دي فلوسي زي زيك. فلوسك إزاي؟
ابوك لسه عايش. عايش يا حسن، عايش تفرسه بالحياة. تم انت ورثه بالحياة، هي جات علي انا. انت ما عندكش مخ، انت كلب. اياك لسانك يطول علي. لا مش هيطول، انت لازم تتربى من اول وجديد معك. لا رجع الفلوس احسن لك، دي فلوسي زي زيك. فلوسك ازاي؟ ابوك لسه عايش. عايش يا حسن، عايش تفرسه بالحياه. طب ما انت ورثه بالحياه، هي جات علي انا. انت ما عندكش مخ، انت كلب. اياك لسانك يطول علي. لا مش هيطول، انت لازم تتربى من اول وجديد معك. صدقت لي يا نادي، انت عرفت ان عبد الحكيم عاوز يتجوز مروان زينب؟ يعمل اللي يعمله. انت عارفه لو كنت على ذمته كان هتبقى زينب ضرتك دلوقتي. الحمد لله ان انا مش على ذمته. في ايه يا نادي؟ فيه ايه؟ انت بتحبيه ولا كرهاه يا بنتي؟ انا لا بحب ولا بكره، قلبي اتقفل خلاص، كل اللي انا عايزاه طار ابويا وبس. قولي لي يا نادية، كريمه كدابه في اللي قالته على جبريه؟ لا. خلي بالك انك تكرهيها شيء، لكن تتهميها بالاكل شيء تاني يا نادية. مش انا اللي قلت يا خاله، جبريه هي اللي قالت. وهي في واحده هبله تقول على نفسها انا كتبت؟ ما هو اللي حصل. انا عارفه انك بتكره العيله دي مش عشان اللي حصل لابوكي وبس، لا عشان اللي حصل لك وانت قاعده معاه. لكن يا بنتي الغل والحقد نار، نار بتاكل صاحبها يا حبيبتي، والمال الحرام بيقطم ظهر اللي شايله. وبتقولي لي الكلام ده ليه يا خاله؟ علشان انا بحبك يا بنتي وماشيه بكره، وعشان كده انا عايزاكي تروحي لمروان. روحي له قولي له انك بتحبيه، وان اللي حصل من غل وحقد منك ده كان عشان حاجات كتيره قوي جايز يعرفها وحاجات اكتر ما يعرفهاش. قولي له انك مسامحاه وانك ممكن تبتدي معاه من جديد، وربنا يكرمكم بالخلف الصالح. قولي له، قولي له انت مالكش دعوه باللي حصل من ابوك، وانا على استعداد ان احنا نبتدي من جديد وانسى واغفر. روحي له يا حبيبتي، قولي له انك بتحبيه يا ضنايا، قولي له. تصبحي على خير يا خاله. كنت من اهله يا بنتي، ربنا يهدي سرك يا بنتي ويصلح لك الحال، امين يا رب العالمين. Thank you.
انت هنا من امتى؟ مالك يا حسن؟ في ايه؟ في ايه يا حسن؟ يا مري، مين اللي عمل فيك كده؟ مين اللي عمل فيك كده؟ انا هبلغ المركز. مركزي يا مجنوناتي. انا هجيب دكتور. تعال 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 استريح. تعال تعالي تعالي. حاضر يا ام. خشي يا بيت، جبنا لك واكلي ايه؟ عسل. بصي بصي اهو، بيض مسلوق كمان. هنقول ايه؟ لقمه الهنا يا اختي. مركوبي واجع. قومي يا بنت، لفيني المركوب ده، انا زي امك. امي اسمها كريمه. يو عاش لسامي يا بنت كريمه. انا قلت زي امك يا بيت. ده انت هتبقي واحده من العيله، يعني زي بنتي بردك، مش مرات ابني. صح يا شمس. ايوه يما صح. شفت يا بنت الهنا، انا بقى عندي ولدين وتلات بنات. يا هنايا يا سعدي، يا هنايا يا سعدي. اقول ايه بالك يا بنت كريمه؟ امك الحلوه دي بتلعب لعبه عيشه كيفها. امك عايزه تتحزن بالبلد على وسطها وترقص بيها وتشفط البيت في عبها، ونسيت اننا اسمي جبريه واحنا بنات عبد الله. يا جبريه، في الاول والاخر اسمكم بنات. عايزه اتجوزك ولدي زي ما جوزت الخايب الثاني لاختك العوجه. وماله اتجوزيه، بس لو بطنك دي شالت تفي على جبري. سيبيني. انا اسمي جبريه يا بنت، فاهمه؟ تكل بلا. جيبي الوكل يا بنت. حاضر يا امي. خساره فيها. عجيب. فوتي. بلا خيبة، عمدة ايه وكبير البلد ايه لما انت سايب عبد الحكيم يعمل كل اللي هو عايزه واللي في دماغه، ومحدش بيقدر يقف قدامه ولا يقوله تلت التلاتة كام؟ خلاص يبقى عبد الحكيم هو العمدة، مش انت يا عثمان. يا ست كريمة، خلي بالك من كلامك، كلامك واعر. انا واخدة بالي من كلامي كويس قوي. ايه، هو انا بقول حاجة غلط؟ ما ينفعش يا كريمة، ما ينفعش اروح اخد البت من بيت عمها. عمها ده ولي امرها. وانا امها
ووليت امرها. اقول لك حاجه، زينب بنتي بعد اللي حصل لها ده لا حضرتها تتجوزك ولا حضرتها تبص في وشك. يا راجل بقول لك عبد الحكيم هيجوزها لابنه، انت ايه ما بتحسش اللي بيجري في عروقك ده؟ ميه ساقعه بدل الدم. اهو هيلولولي بقى ويقول لي اوه. خلاص اهدى يا بنت الناس وان شاء الله انا هتصرف. على اي حال انا ما عنديش بنات للجواز، وانا بقى غلطانه واستاهل ضرب الجزمه ان انا جيت لك. اهدي، قلت لك هتصرف يا كريم، مالك في ايه؟ انا قلبي واكلني على بنتي، انا ما اعرفش عبد الحكيم ممكن يعمل فيها ايه، ولا الحربايه مراته جبريه ممكن تاذيها وتعمل فيها ايه. يا ستي قلت لك هتصرف، الكلام ده كبير، ممكن اهل البلد ياكلوا وشي ومش بعيده اتشال فيها من العموديه. لا صحيح، لا وانا مرضلكش الاذى. اهدى يا بنت الناس وان شاء الله انا هلاقي الحل. انا عندي الحل. ايه هو؟ هي لو زينب دلوقتي بقت مراتك ده انا اروح اجيبها من النعنيه من جوا. خلاص تاهت والإناث. ازاي يعني؟ انا امها وبقول لك هجوزها لك. ابعتها للمأذون. ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ هو ما فيش حد بيعمل لك حاجه في البلد دي تقول عليها؟ خلاص كل الناس اللي في البلد بقى عندها ضمير. والله هي فكره، وفكرة حلوة كمان. أنا عارفة إنها حلوة. خلاص وأنا هعمل الفكرة دي يا كريم. لسه صاحيه يا نني عين امك. طيب اشرب ده عشان تتجوي. خدي خد. مطرح ما يسري يمري. اشرب اشرب. أكيد القراشنة دي حاطة لي في حاجة. زينب زينب يا زينب، انت جوه يا زينب؟ يا زينب ردي عليا. ريتال واقفه هنا بتعملي ايه؟ ما عملتش حاجه. طب تعالي عايزاكي. تعالي في ايه يا عمتي؟ خشي. اقعدي عايزه اتكلم معاكي. تتكلمي معايا انا؟ هو سؤال واحد. اللي هو هو صح انا ليا ملايين زي اختك مجالت؟ اختي مين؟ اختك زينب. هو انت يعني يا عمتي عايزه تفهميني انك مش عارفه؟ ردي عليا، ايوه ولا لا؟ ملايين الملايين. ملايين الملايين؟ اضحك عليا بحالك وغويشه وسلسله؟ ومين قال لك بقى يا عمتي ان دول ذهب اصلا؟ هما ذهب ومال يا بت؟ وانا هبله اياك ما عارفاش الذهب من الفلس. وحياتك عندي ما ذهب يا بنت الختمه. ها وايه المشكله؟ طب انا ممكن اجيب لك مليون رويشه ومدموجه كمان. بنت انت ما تلعبيش بدماغي. ولا العب بدماغك ولا تلعبي بدماغي. احنا ممكن بكره الصبح ننزل لاي سير وهو يقول لك الكلام ده بنفسه.
يلا قومي يا عمتي افتحي لي الباب بقى خلينا نخرج. عمتي يا عمتي مش عايز تقولي مين اللي عمل فيك كده؟ حد عرفه؟ يبقى حد انت خايف عليه ومش عايز حد يعرف انه عمل فيك كده. كفايه يا فريده غير لطاعتنا لطاعت عشان خايفه عليك. انا كويس. لا انت تعبان وتعبان قوي كمان والدنيا بقت عامله زي خرم الابره في عينك. انا عارفاك واعرف اللي جواك من غير ما تتكلم يا مروان. انت تعبت من انك تعيش لغيرك ترضي اللي حواليك على الفاضي ومحدش مقدر. ايه عايز انا؟ انت عايز تلاقي نفسك اللي عماله تهرب منك ومش عارف تلملمها كيف. بس كفايه لحد كده. ايوه كفايه لحد كده. اوعى تفتكر ان ابوك هم حاجه ولا اخوك حسن في دماغه اللي انت بتعمله. في الاخر هيتقلك. محدش قالك تنسى نفسك وتعمل اللي انت بتعمله ده. اسمع اللي بقولك عليه. عايزين نعمل ايه؟ هي حاجه تقيل على قلبي بس هي الصح وهي اللي هتريحك. قولي. جمانة ولا جمانة تشاركها وأنا معك بس تشاركها في عقلك عشان البت دي مش سهلة وأنا مش مستريح لها. في إيه؟ مالك؟ حاسس بوجع؟ لا حاسس إني عايز أستريح. وأنت كده مستريح؟ إيه أيوه مستريح. يا مري على كده خليك لي يا غالي. أنا كويس. أعمل إني عايز أنام. يا وجعي يا وجعي وكل وجعاتي قسيت علي يا أخوي قسيت علي وأنا قلبي مش قاسي. فهمت أنا عايزة منك إيه؟ أيوة ما يعني مش هتخافي؟ أخاف من مين؟ وبعدين إحنا لمؤاخذة يعني كلها يومين وهنلم فرشتني ونرحل من البلد دي. طب سمعيني كده هتقولي إيه؟ هقول اني شفت جبريه واخده دلال على الطاحونه دخلوا سوي وطلعت هي لوحدي. صلاه النبي احسن. ايه الحلاوه دي؟ طيب دول بقى خديهم عشان الكلام ده يثبت في دماغك وفي لسانك وتبقي ماسكه نفسك كده وانت بتتكلمي. تشكر. مع السلامه. جبت الولية دي منين يا بت؟ دي من الغجر بتوع المولد. وهنا قلت ما ينفعش أجيب حد من أهل البلد يشهد ضد عبد الحكيم. يبقى إيه الحل؟ أجيب واحدة ملهاش جدر هنا. والله برافو عليكي بتعرفي تفكري يا نادية. على فكرة المأمور كلمني. اشمعنى؟ يعني شكله بيلمح كده وعايز يخطبك. وانت إيه رأيك؟ وماله؟ يبقى المأمور والعمد. بس العمد خرع كده. أنا عارفة إنه خرع ولا بيهش ولا بينش. ما يقدرش يهوب عند بيت عبد الحكيم ولا يلم الناس. عبد الحكيم هيقول له بنت أخويا وأنا بخاف عليها وبحافظ عليها محدش هيغلطه. هتسيبيه يجوزها مروان؟ والله يا نادية إن كان عليا أنا ما عنديش مانع
بس زينب تسمع كلامي، يا ريت تتجوز مروان. حقك عليا يا حبيبتي. ما اقصدش. نادية! ما تزعليش مني يا نادية. أنا زعلانة على نفسي. تزعلي على نفسك ليه؟ ما أنت زي الفل، هو زي القمر، والله العظيم هو الخسران مش أنت. أنا زي الفل. وزي القمر. عشان كده هتسيبيه يتجوز زينب. صدقيني يا بنتي لو قلت لك ان انا لا فكرت ولا في دماغي في يوم من الايام ادي بنت عبد الله لمروان ابن عبد الحكيم، وزي ما انت شايفه انا دايخه عشانها عشان اجيبها من عنده. بس لو الامر حكم ما تقوليش لا. لسبب، عشان اخد الارض واخد البيت واخد حقي وحقك وحق ابوكي وحق عبد الله اللي راح حضر مش عارفه اجيبه. عارفه وفاهمه. انتي بتعيطي ليه بس دلوقتي؟ انا بختي عليطني اللي انا فيه، لا اب ولا ام ولا عيل ولا حتى راجل اتسند عليه. كل ده ليه؟ ليه بس يا ربي ليه؟ خلاص عليك يا نادي. وانا يا بنتي مش زي امك. امي ماتت من زمان وسابتني في بيت عبد الحكيم. ابويا الله يرحمه زيه زي اي راجل في البلد. كنت كل ما اروح اقول له يا ابوي خلاص طهقت ما عدتش طايقه يقول لي مالكيش الا بيت جوزك. اتهنت وبهدلت، كان كل يوم يتمسح بيا تراب البيت ولازم اتحمل لحد ما فاض بي. وانتي بعدت لا يوم رفعتي سماعتي التليفون تسالي عليا ولا جيتي تشوفي بنت اخوكي فيها ايه ولا بيها ايه. بس انت معذوره، ما انا مش بنت من بناتك. ما انا لو كنت في مكانهم ولا مكانتهم كنت جيتي جري عشان تدوري على حاجه زي ما بتعملي معاهم دلوك. عندك حق يا ناديه، انا غلطانه يا بنتي وابوكي كمان غلطه. بعدين يا حبيبتي انت زي القمر، يعني شعنونه شويه بس زي القمر. خارج بيت انا يا عمتي، خارج بيت كنت متجوزه مروان والد عبد الحكيم اللي ما فيش حد من اهل البلد يستجري بالصله ولا يتجوزها بعديه. مش متطلقه وبس، أنا كمان أرض بور. إهدي. يعني ماليش لازمه. اهدي يا ناديه، انت مش قلتي لي ان الدكتور قال لك ان انت سليمه؟ يعني العيب فيه مش فيك يا بنتي. الدكتور يقول اللي هو عاوزه، النتيجه ايه؟ ان انا زي الزرع الشيطاني اللي مالوش جدر، اللي لو اتجلع من جدره محدش هيبكي عليه. والله العظيم انتي عندي اغلى من بناتي يا ناديه، وخديها عهد عليا، حقك وحق ابوكي في رقبتي وحق بقولك. انتي بنتي يا عبيطه، بنتي. بس يا عبيطه.
بس يا بنتي بس 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 بس. أعوذ بالله. غلط. اوعي يا بنت، تعالي هنا، تعالي هنا يا بنت، تعالي هنا، تعالي هنا يا بنت. انت يا بنت، يا مس هدى امسكيها، يا مس هدى انت فين يا مس هدى؟ امسكيها، اوعي تطلع من البيت، اوعي تطلع من البيت يا بنت، تعالي هنا يا بنت. حكي معرف ضحكتلي. ادخلي ادخلي، تعالي انتوا يا بهايم اللي هناك، يا بهايم. حرام عليك جبريه فوزيه، خشي خشي. البنت دي خرجت ازاي؟ سهتني. سهتك؟ سهتك كيف؟ والبهوات كانوا فين؟ فين مروان وحسن؟ مراتك كانت عايزه تموتني. دبابه في اصل وشك قاعده تفرك وتحرك، ما قدرتش عليها كده. يا عم حبسني كده زي البهايم؟ عايز تجوزني ابنك بالعافيه يا عمي؟ لمصلحتك، انا اضرب مصلحتك. طب ما تعرف مصلحه ابنك الاول. ما اسمعش منك كلمه. مش عايز تسمع ولا كلمه، ومش عايز تسمع ولا حاجه غير عقلك وبس. العقلك بيقوله لك وبس. شايفني كل اللي بنقع قدامك بناكل في بعض، كل ده بسببك يا عمي. اخرس خالص، ما اسمعش فيك حس، فاهمه؟ انت مش عايز تسمع الحقيقه، بس انا عايز اقول لك على حاجه بقى، ان البنت خلاص بيقع، ويوم ما هيتهدى هيتهدى على دماغك لوحده. اخرسي جبريه، خد البنت دي طلعها فوق احبسيها. مش قلت لك امها مرضعاهم غل؟ ما كنتش مصدقني. ايه انت قلبك اللي مليان حنيه، يلا ما اسمعش حس ليكوا، يلا. قول يا عم، هو انت صحيح هتبني تراب جديده؟ تسالي ليه؟ يعني عايز اعرف بقى هتاخد لك دي فيها كام فدية؟ هقول لك انا على حاجه، هقول لك على رايي. حلوه اللي على الطريق دي شرحه كده وهواها يرد الروح، بس يا ترى بقى القبر هيشيل معاه كام قراط؟ قراري يلا يلا. المكتب اتسرق. مكتب ايه اللي اتسرق؟ دخلت لقيت الدنيا متنعكشه والخزنه مفتوحه والفلوس مش موجوده. ومروان فين والنطع التاني؟ روح صفوه بسرعه، يلا. ازيك يا عبد الحكيم باشا؟ رجلك خدت على البيت يا حضره المامور. ايه خير؟ فيه تاني؟ والله في بلاغ ضد الست جبريه وشهود بيقولوا ان هي اللي قتلت دلال. شهود؟ وانا اسف، لازم اخدها معايا عشان ناخد اقوالها. احنا هنرجع نعيد ونزيد في الكلام ده ولا ايه؟ لا، المره دي الموضوع مختلف، ده امر نيابي يعني ما فيهوش كلام. يعني ايه؟ يعني لو ما جاتش معانا بالذوق ومن غير شوشره هناخدها معانا بالعافيه. على فين يا عمتي؟ مشوار صغير وراجع. مشوار صغير لغايه فين؟ ولا ما عاوزانيش اعرف انت رايحه فين؟ الله يخرب بيت مخك يا ناديه، الله يخرب بيت مخك وتفكيرك ده. بطلي الوسواس اللي انت فيه ده. عمتي، انا في سؤالك ده محيرني ومخليني ما طايقاش نفسي. هو انت لسه فاكره ان عبد الحكيم هو اللي قتل ابوي؟
اتجننتي يا نادية؟ اتجننتي رسمي. عبد الحكيم قتل ابوكي. بس قبل عبد السلام ما يبقى ابوكي هو اخويا. يعني انا عمري ما انساه ولا انسى دمه ابدا. اصلك محسساني انك نسيتي كل كلامك عن الورث اللي ليكي عن عبد الحكيم وبس. عايزه نعمل ايه؟ اجيب سكينه اشق بيها بطنه ولا اضربه بالرصاص يموت ويستريح؟ وانا مش عايزه عبد الحكيم يستريح. عايزاه يبقى عايش في الدنيا كده حاسس بالذنب ومخنوق. والله انا ما عدتش عارفه اصدقك ولا اكذبك ولا اعمل ايه. استني هنا. انا لما بشوف عبد الحكيم ببقى عايزه اجيبه من زمره رقبته. بس انا لو عملت كده هخش سجن وهو هيموت وجبريه هتستريح. تبقى جبريه ضربت عصفورين بحجر. فهمتي؟ فهمت. اعمل فيها ايه دي؟ خبرها يا عبد الحكيم. تحسب ان الدنيا عنيابه زي الحراميه والجتالين. معلش يا جبريه ده جنون. انا عارف متاكد محبه المامور بيعمل بيها غصب عنها. هما كلمتين زي ما انت بتقول يا بيه. ينفعش يعني ناخدهم انا ونخلصوا؟ يا ست جبريه انت على راسنا من فوق. راسيه وانت جاي تقول ان انا قاتله قتيل؟ يا ست جبريه دي كلها اجراءات شكليه. والنهارده آخر اليوم هتكوني في البيت. آخر اليوم؟ يعني إيه؟ أنا ممكن أبيت هناك ولا إيه؟ ست جبرية ركزي معايا، زي ما قلت لك دي كلها إجراءات شكلية، وبعدين البلد كلها عارفة أنت مين ومرات مين، ست محترمة. محترمة منين عاد؟ البلد كلها شايفة مرات عبد الحكيم راح على النيابة. بس أنا عارفة مين اللي عملت كده. هي كريمة مفيش غيرها. نعشة كريمة طار بيني وبينك لحد يوم القيامة. خبره يا عبد الحكيم. حسبهم ياخدوني على النيابة زي الحرامية والجتالين. معلش يا جبرية ده جنون. أنا عارف متأكد محبة المأمور بيعمل كده غصب عنها. هما كلمتين زي ما أنت بتقول يا بيه. ينفعش يعني ناخدهم أنا ونخلصوا؟ يا ست جبرية أنت على راسنا من فوق. راسيه وأنت جاي تقول إن أنا قاتلة قتيل؟ يا ست جبرية دي كلها إجراءات شكلية. والنهارده آخر اليوم هتكوني في البيت. آخر اليوم؟ يعني إيه؟ أنا ممكن أبيت هناك ولا إيه؟ ست جبريه ركزي معايا، زي ما قلت لك دي كلها اجراءات شكليه، وبعدين البلد كلها عارفه انت مين ومرات مين، ست محترمه. محترمه منين عاد؟ البلد كلها شايفه مرات عبد الحكيم راح على النيابه. بس انا عارفه مين اللي عملت كده. هي كريمه مفيش غيرها. نعشة كريمه طار بيني وبينك لحد يوم القيامه. تعال جبريه. تعال معي، تعال، تفضل، تفضل هات مامور، تفضل، تعال يا جبري. شهد، أنت لسه زعلانة مني؟ معلش كنت سخيفة معاكي. ولا يهمك. طيب ممكن أقعد أتكلم معاكي شوية؟ هو عزت مش موجود ولا إيه؟ لا هو راح المحكمة، بس قال لي أقعد أتكلم معاكي شوية بخصوص القضية بتاعتك. على فكرة أنا عارفة كويس أنا عايزة أعمل إيه. وأنا ما قلتلكيش تقعدي تعملي إيه. أنا كل اللي أنا عايزاه منك إن إحنا نقعد نتكلم مع بعض، يمكن نوصل لطريقة مظبوطة وسهلة عشان نجيب حقك. أنا همشي وهرجع تاني لما يجي عزت. هيتأخر. تعالي تعالي نقعد مع بعض شوية.
وبعدين هو كلفني بالمهمة دي، ولا انتي مش واثقة فيا، ولا لسه زعلانة مني؟ مش القصد. طيب جربيني بقى، يمكن يطلع مني حاجة كويسة. ثانية واحدة. ألو؟ أيوه أنا الأستاذة رنا المحامية. لا حضرتك، إحنا مش بنشتغل في النوعية دي من القضايا. لو سمحت مفيش داعي، سلام. ها نبتدي منين؟ يعني إيه؟ أنا رأيي إن أول حاجة نبتدي بيها إننا نجيب صورة إعلام الوراثة اللي اتعمل أيام جدك الله يرحمه. سهلة. في حاجة كمان لازم تعرفيها. أنتِ هتقفي قدام عمك في المحكمة. وأنا عرفت من الأستاذ عزت إن أنتِ عايزة تبشري القضية دي بنفسك. آه عارفة. تمام. ندخل على المهم. حصر التركة. لازم يبقى معانا حصر كامل لكل التركة. أنا هعمل كده، حاضر. ريتيل كويس إنك جيتي، والنبي خرجيني من هنا. تعالي بس تعالي هقول لك على حاجة. جبرية خدتها النيابة وعبد الحكيم راح معاها. وحسن معرفش ايه اللي جراله اليومين دول، ومروان مش هنا. يعني ايه؟ عايز اعرف هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في ايه؟ بقول لك خرجيني من هنا. يا زينب يا زينب، انا لو خرجتك من هنا هيعرفوا يا حبيبتي ان انا اللي عملت كده، ما انا لوحدي في البيت. بنتي ريتيل، فيكي ايه مالك؟ انا لقيت حاجه عندي في الاوضه. حاجه ايه؟ تعالي. في ايه؟ حاجة ايه؟ ما تنطقي. تعالي بس هوريكي. تعالي اقفلي الباب. بصي انا لقيت الشنطة دي فوق الدولاب. شنطة ايه دي؟ حسن تقريبا حطها. ودي جابها منين؟ معرفش، شكله كان مرعوب وخايف وتقريبا حطها وطلع على طول. يبقى اكيد سرقها طبعا. هيسرقها من مين؟ هيكون من مين يعني يا هبله؟ من ابوه. صدقي ممكن. طب هتعملي ايه؟ مش عارفه. خديها. اخدها؟ طب ولما يرجع ويسال عليها؟ مش هيقدر يسأل ولا يفتح بقه بنص كلمة، علشان هو لو سأل هيتعرف إن هو سرقها. صدقي صح. تاخدي الشنطة توديها لأمك. أوديها لأمي؟ طب وإنتي؟ أنا هروح الأوضة وتقفلي عليا تاني زي ما كنت. خاف عليك يا زينب. ما تخافيش، يلا. عشان بس يبقى في ذهنك، أنا لا يمكن أعمل حاجة ضد القانون. وأنا ما طلبتش من جنابك تعمل حاجة ضد القانون، بالعكس ده أنا عايزاك تنفذ القانون بحذافيره زي ما الكتاب قال. يا ست كريمة، الموضوع دلوقتي بقى في إيد النيابة خلاص. يا أختي الله يقطع جبرية وسيرة جبرية. أنا دلوقتي ما جبت سيرة جبرية، إن شاء الله تولع في روحها، تولع في البلد، ده مش حقي، ده حق الحكومة وتاخده منها، صح ولا غلط؟ صح طبعا. أنا دلوقتي بنتي، أنا عايزة بنتي. هقول لك، أنا عارفة إن أنت مش عايز تعمل أي حاجة ضد سلو البلد دي، عشان ما يقولوش بصوا حضرة المأمور هاجم على بيت عبد الحكيم وخد بنت أخوه، كلام مظبوط ولا مش مظبوط؟ الله ينور عليك. طب لو زينب دلوقتي متجوزة مش نقدر ناخدها؟ أه طبعا. خلاص زينب بنتي متجوزة حضرة العمدة. متجوزة حضرة العمدة إيه؟ ده حصل إمتى الكلام ده؟ وقت ما حصل بقى متجوزاه وخلاص، وهو خطفها عشان عايز يطلقها من العمدة ويجوزها لمروان ابنه. ده كلام تقوليه ده يا ست كريمة؟ مش مصدقني؟ أهو مية تجد بالغطاس، اتفضل. ده التاريخ امبارح. يوه، امبارح ولا بكرة ولا أول امبارح؟ دي ورقة رسمي ولا مش ورقة رسمي؟ وده حصل إزاي بقى؟ أقول لك أنا حصل إزاي. بس اللي حصل ده مش صح يا ست كريمة. الله، مش صح في إيه بس؟
بقول لحضرتك حضرة العوم ده هيطب على بيت عبد الحكيم ويجيب زينب، عشان كده انا جايه لك تقف معايا وفي ظهري. بس اعملي حسابك اللي انت عملتيه ده ممكن يعرضك انت للمساءله القانونيه. ويعرضني انا مساءله قانونيه ليه يا اخويا؟ زينب موافقه على الجواز، كل اللي انا عايزاه منك تبقى معانا، لان انا قلقانه من عبد الحكيم لا يعمل حاجه. هيعمل ايه يعني؟ اللي ياكل حق الناس ممكن يعمل اي حاجه. قلت للحق انا خايفه على زينب، خايفه على زينب قوي، وعايزاها، انا عايزه بنتي مش عايزه حاجه تاني. طب بس 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 ما تخافيش. بقول لك يا ست كريمه. نعم. هي ناديه عامله ايه؟ كويسه يا اخويا زي العسل. فكرتني، دي بعت لك السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. يبقى طل علينا. عينيا. يتم حبس المتهمه 4 أيام على ذمه التحقيق. انت بتقول ايه؟ بالراحه يا شاكين. وين بالراحه؟ علي اللعبه. لو جبريه باتت في الحجز ليله واحده يكون مولع في الجسم اللي فيه. ايه قولك؟ بلاش الكلام اللي بتقوله ده يا حاج. انا لولا عارفك ومقدر الظروف انا كنت خدت الكلام ده ضدك. يعني ايه؟ هعتبر نفسي ان انا ما سمعتش حاجه. تسمعي ايه وما تسمعش ايه؟ اوعى يدك في ايه؟ تعال اذنك. نزل يدك. اتفضل. تعال يا جماعه. اوعى يدك. اتفضل يا جماعه. يعني انا حبيت في الحجز؟ للاسف. انت شفتيني وانا داخله معاها الطاحونه؟ ايوه شفتك بعينيا دول. ارجوك يا حاجه يا حكيم ما تعملش حاجه تتاخد عليك. ونهينا علي ادخل اطخ الحرمه اللي جوا دي، والشهاب يقول انها كدابه. دي مزقوقه علينا. سيبنا نتصرف حاجه بحكيم. تصرف كيف يعني؟ وانا حستنى ايه؟ ها؟ لما يحبسوا جبريه ويقول عبد الحكيم ما عرفش احنا مرته. اللي عمل اللي عمله دي عايزك تعمل اللي انت بتعمل دي. اللي صلتها عارف ومتاكد ان انت مش هتقبل ان جبريه تخش يوم واحد السجن. وعايزك تهدد وتتهور عشان تخش السجن. عموما انا هحاول اخرجها بضمان محل السكن او بكفاله. هي بس البيت الليله دي عبل ما خلص ان شاء الله. يعني بردك تبات في الحجز؟ يا حاج عبد الحكيم لازم تهدى عشان نعرف نفكر. وبعدين الست جبريه ست شديده وتستحمل جدك ده مليون مره. طب ايه اقولك ان الغجر دول مش هيقعدوا ليله واحده في البلد دي؟ وبكره الناس تقول، بكره تعرف عبد الحكيم لما يطلع من هنا هيعمل ايه؟ هولع فيهم كلهم. ولا تيجي جنبيها. عارف ليه؟ زمانه هيبلع وهيشيل وهيطق من جنابه الاثنين. مش هيسكت. وماله؟ هو ده المطلوب. حكم الاثنين، يا يقتل الست اللي شهدت على كبريه، يا يولع في الغجر كلهم. وفي الحالتين محدش له مصلحه يعمل كده الا هو. مالك يا ناديه مش مبسوطه ليه؟ توحشت ابوي قوي. ومين سامعك يا بنتي؟ عايزه اروح ازوره. وماله؟ نروح انا وانتي نزوره. لا هروح لوحدي. ماشي يا ناديه براحتك. بس بقول لك ايه؟ أنا حاسة كده إن أنتي متغيرة من ناحيتي. في إيه؟ لا والله أنا بس نفسيتي جاية عليا شوي، وحاسة إني لما أروح أتكلم معاه هرتاح. أوصلك؟ لا. إيه؟ مش عايز نمشي معاك في البلد ولا إيه؟ لا أنا مش عايزة تعبك. تعبك راحة. هنزل مصر بكرة. ليه؟ هقابل جمانة وهتفق معاها على اللي هنعمله. ده ضروري. أنا عارفة أنا بقول لك إيه، وعايزاك تعرف كويس قوي إن فريدة مش أي حد، لا. دي واحدة واعرة وعارفة هي بتعمل إيه. اعمل اللي أنت عايزاه. هتخرجي معايا؟ اهلا وسهلا. تفضلي مكمله في البيت ده، انت حره.
استنى بس يا فتحي. استنى ايه؟ استنى ايه؟ المرة دي جت سليمة الحمد لله. المرة الجاية بقى رصاصة فيك انت والواد، تروحوا انتوا الاثنين؟ فتحي أنا لازم أستأذن من أبويا الأول. وأنا إيه بقى كيس جوافة هنا؟ المفروض لما أقول لك على حاجة هاني تنفذيها من سكات. مقصودش بس هيزعل مني. وأنا اتفرق طبعًا مش مهم، طب إيه رأيك بقى إن أنت تيجي معايا؟ اتفضلي اطلعي حضري شنطتك. فتحي! لو سمحت يا مروان ما تتدخلش. إيه اللي حصل يا أخويا؟ مفيش حاجة. استني. تروح معاك فين غصب عني هي؟ اسمع لو عايز تطلع اطلع، الباب يفوت جمل. بعد كده مروان مع السلامة. ماشي خليك قاعدة. حسن أمي وأبويا فين؟ أمك في النيابة، في واحدة شهدت عليها إنها قتلت دلال. طب اطلع انت لفوق. حسن تعال. اهلا اهلا، على فين يا سكر؟ ان شاء الله خارجه. خارجه رايحه فين من غير ما تاخدي اذن جوزك؟ هو فين؟ جوه في المكتب. اتفضلي اطلعي على فوق بدل ما يخلي يومك اكحل من الطرحه اللي على راسك. اتفضلي. اضرب يا مروان. حجك حجك تعمل اكتر من كده. حتى لو قتلتني هيبقى ليك حج. بس انا عايز اقول لك ان اللي حصل ده كان في ساعة شيطان، وأنا ما كنتش واعي للي بعمله. اضرب يا مروان، اقتلني اقتلني يا مروان. هتعمل ايه يا ابن الكلب؟ هتعمل ايه؟ هتموت اخوك يا ابن الكلب؟ هتموته؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي بيحصل؟ فاضل ايه التاني هيحصل في البيت المخروب ده؟ تقتل اخوك يا كلب؟ ايه اللي حصل؟ كان عايز يقتلك ليه؟ نور اسود كان عايز يقتله ازاي؟ في ايه؟ كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ كل ده عشان ربنا رزقنا بحته عيل يا عمي؟ الطبع ماليه؟ الفلوس ماليه؟ حرام عليك يا اخي. مروان تعالى معايا، عايزاك تكلم فيه. فزايا كلمة تانية مع مروان وحطردكم انتوا الاتنين، فاهمة؟ تطردني انا يا عبد الحكيم؟ ايوه اطردك. لا يا عبد الحكيم ما تقدرش، لان البيت ده مش بيتك، ده بيت ابويا الله يرحمه. اجليه. طب ايه رايك اني حطردك انت وجوزك كمان؟ يلا يلا كلكم برا برا. اهدى يا عم اهدى يا عم، ما تخليش الشيطان يعني يضحك عليك. كان عايز يقتلك ليه يا ولدي؟ مروان اتهجم على ريتال وكان عايز يظبطها. اه يا عم وفضل ينزل فيها ضرب. وفين يوجعك يا ريتال؟ لولا حسن ذكر في اخر لحظه كان زمان اللي في بطني نازل. الجيره واكلاه واكلاه واكل قلبه، كان هيموت ابني في بطني يا عمي. خايف يجي الدنيا يعني يا حسن يورث ملعون ابو الفلوس اللي تعمل في الناس كده. يلا يا حسن يلا. راجل يا حسن راجل يا ولدي راجل. يلا يا حسن يلا يلا يا حبيبي تعال يلا. لا أقول انت يا مروان عايز تقتل اخوك؟ اقول ها مش عايزة أي حاجة يا ست جبرية؟ أكتر من اللي أنا فيه لا يا بيه، ما عايزاش، عايزك سالم. إحنا ما رضيناش نحطك في الحجز علشان عارفين إنك ست محترمة، واللي حصل ده أكيد كان سوء تفاهم. أنت من عيلة كبيرة والحاج عبد الحكيم معروف وسمعته سابقاه. احترمت إيه؟ فخلاص عاد،
عادش فيها لا محترمة ولا غيره. لو أنا محترمة ما كنتش بيت في الحجز ولا ليلة. ما تقوليش كده يا ست جبرية. طيب مش عايزة حاجة؟ تشكر يا بيه، ما عايزاش حاجة خلاص. روح أنت بالسلامة. ماشي يا كريمة يا نايمتي. بقولك ايه، دق على الحديد وهو سخن. يعني اعمل ايه يعني؟ يعني روحي له البلد بكره. لا يا اختي انا خايف. والا هيخوفك، هو لو كان عايز يعمل حاجه كان عملها من زمان. ايوه بس هو شاكك فيا. عبد الحكيم؟ لا عبد الحكيم ده انا عارفاه كويس قوي. ده لو شك فيكي او حتى خطر بس على باله انك انت بتضحكي عليه كان زمانك مدفونه من زمان يا ماما. يعني ايه؟ يعني هو عجبه فكره اني بقى اب من جديد. تصدقي انا برضو شفت ده في عينيه. وخلي بالك اخر العنقود سكر معقود، وكل اللي انت هتطلبيه هيجي واكتر شويه. بس انا بقى عاوزاكي تشغلي مخك. اشغل مخي يعني اعمل ايه؟ حاوطيه، خليه دايما يفكر فيكي. كلميه قولي له انا عايزاك تيجي تكتب عليا علشان الناس ما يقولوش ان ابننا ابن حرام. هعمل ده. اقولك كلمي اسحاق تاني. اه تاني، اسحاق ده صاحبه وحبيبه وبيعرف يأثر عليه كويس، وانتي بقى مع شوية سهوكة هتأثر عليه. لا انا خاف اروح البلد تاني. خلاص اتصلي بيه. ما انا بكلمه ما بيردش. انا اقصد اسحاق يا هبلة. ماشي. لك ده يا عبد الحكيم. الضرب جاي لك من كل ناحية. هو فين؟ فين يا عبد الحكيم؟ أنت يا كبير البلد وكبير العيلة. عبد الحكيم خبر إيه؟ خبر إيه يا كريمة؟ حدش يعلي حسه هنا في البيت، والموضوع ياه خلص، الكلام فيها خلص. احنا مش جايين نتكلم في مواضيع، احنا جايين ناخد بنتنا مرات العمدة. مرات مين؟ مرات حضرة العمدة عثمان. جوزتها ميت يا عثمان. شوف يا عبد الحكيم، اذا كنت انا كنت ساكت الفترة اللي فاتت دي كلها كنت ساكت احتراما ليك انت يعني عشان عمها، لكن بعد كده ما عنديش اسكت. انت مجنون؟ مجنون ليه؟ عشان جاي اخد مرتي ولا ايه؟ ولا مجنون ولا حاجه. والقسيمه اهي، هتديها لنا بالذوق ولا نبلغ النيابه ونقول انت خاطفها؟ ماشي يا كريمه. شمس. ايوه يا ابوي. طلعتي زينب من فوق. حاضر يا ابوي. على فين؟ نازل اشوف في ايه. ملناش صالح. ملناش صالح كيف؟ واحنا مش عايشين في البيت ده؟ بقول لك ايه؟ تعال عايزاكي في كلمتين. يا فوزيه يا فوزيه، هو ده وقته؟ وقته ايه يا حباب البرك انت؟ انت فهمت ايه؟ اقعد. مش انت جوزي حبيبي؟ يا بنت مالك، ما قلنا ده مش وقته. يا جدع افهم. انا عايزاك تجيب لي حج. حجك؟ هو حد ضايقك ولا داسلك على طرف ولا ايه؟ عاوزك تجيب لي حجي من اخوي عبد الحكيم. مش فاهم. افهمك، انا عاوزك تساله تعرف انا ليا كام، ليا ايه، وتاخد الفلوس دي وتحطها في حساب في البنك باسمي. مش انت دلوقتي راجلي وحبيبي؟ انا عايزه اكبرك، عايزه اعليك، عايزك تبقى تاجر قد الدنيا. وبعدين يعني اذا احنا جالنا عيال مش عيالنا اولى بالمال ده؟ تصدقي بتتكلمي صح. عيني زينب. تعالي حبيبتي، تعالي 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 تعالي
طالما ان انت عريسها وانا عمها يبقى العروسه تخرج من هنا على بيت عريسها على طول. طبعا هتخرج على بيت جوزها، امال يعني هتروح على فين؟ سيد اؤمر جنابك. حضر العربيه عشان هناخد العروسه لبيت عريسها. حاضر جنابك. يا سلام على الليلة اللي مش معدية النهاردة. ايه؟ بتعمل ايه؟ تلاتة بالله العظيم تلاتة، ماني مصدق نفسي يا ناس. تجننت؟ صدقت نفسك ولا ايه؟ قصدك ايه؟ مش لما نبقى نكتب الكتاب الأول؟ نكتب الكتاب؟ أمال عقد الجواز اللي في جيبي ده ايه؟ كارت الشحن ولا ايه؟ هو أنا كنت مضيت على حاجة؟ أمك موافقة والمأذون كتب، يبقى خلاص. لا ما خلاص يا بنت الناس، الجواز شهر واحنا خلاص ضربنا نار في الجو والناس كلها عرفت انك مرضي. الصراحة كده يعني انا مش مبسوطة. ليه بس؟ مالك في ايه؟ يعني مش عارف مالي ولا في ايه. تسيبني كده طول الفترة اللي فاتت دي ولا تعبرني ولا تسأل عليا ولا تفكر تعمل اي حاجة؟ أصل بصراحة يعني كده ما كانش ينفع. ليه بقى ما كانش ينفع؟ كنت خايف منه؟ لا مش خوف ولا حاجة، بس يعني أصول. أصول؟ وأنت بتفهم في الأصول قوي ياك. عيب ما تقولش كده، أنا عارف عنك إنك بنت جميلة ولسانك بينقط عسل، بلاش الكلام المعيوب ده. طب انا برضو يعني كنت فاكره انك راجل. لا بقول لك ايه، لا انا راجل وستين راجل كمان. تبقى راجل وسيد الرجاله كلها لما تبقى تجيب لي حق كده من الناس اللي بهدلوني وضربوني. بقول لك يا زينب، سيبك من الكلام الفارغ والماسخ ده، اهم حاجه يا بنت الناس احنا بقينا لوحدينا ومع بعضينا، لا حدش بيبص علينا. بقول لك ايه، علشان كده يبقى لك حق عندي وتبقى جوزي، تجيب لي حق الاول، يا اما بقى الورقه اللي معاك دي بالله واشرب ميتها. يعني ايه؟ يعني عشان تبقى جوزي كده ونبقى انا وانت حبايب، تعمل اللي انا هقول لك عليه. اؤمري. يبقى تقعد بقى كده وتسمع اللي انا هقوله وتنفذه بالحرف الواحد. لا انا مفيش واحده ست تمشي كلامها عليا. خلاص يبقى كل واحد بقى فينا يروح لحاله. استني بس، رايحه فين؟ انت لسه شفتي حاجه ولا ايه؟ ليه بتتعاملي معايا كده يا بنت الناس؟ عبد الحكيم يتلف حوالين رقبته حبل المشنقه. ايوه بس ده انت عمك. عمي قتل ابويا. عبد الحكيم صعب يعمل كده. جبريه هي السبب في موت ابويا، وانا عارفه ومتاكده ان الجبروت اللي هي فيه ده بسبب عبد الحكيم. يعني لو هو راح هي وقعت خلاص. وايه تاني؟ الارض عايزاها كلها، اللي ليا حق فيه واللي ماليش. يا بوي ده انت عايزاها حرب. وماله، ما تقوم حرب ونبقى كلنا خسرانين. مش واحد يبقى خسران والتاني قاعد كسبان بيتفرج عليه. ما يصحش، ما تجيش. صح، ما تصحش وما تجيش يا بوي. مش ده اللي كنتي عاوزاه؟ مش للدرجة دي يا نادية. خلاص، ايه اللي مضايقك؟ كنت عامله حسابي ان زينب تيجي معايا، انا خايفه عليها قوي. ما تخافيش، زينب مش سهل. وعثمان ده حيوان وهمجي. زينب هتغلب وصدقيني. واخرتها معاك يا عبد الحكيم. الله يرحمك يا عبد الله ويسامحك بقى.
أبوي، الست اللي اسمها فريدة عايزاك بره. دخليها. حاضر. اتفضلي. قهوتي مظبوطة. حاضر. خير؟ هو مش خير، هي ليلة سودة. هي أسود منها ما فيش يا عمي عبد الحكيم. بس اسمعني الأول، مروان عندي. قبل ما تتكلم جاني وهو غرقان في دمه وكان هيموت، وجبت له دكتور الصحة صاحبه، ما انت عارفه، عمل له الإسعافات اللازمة، تقدر تجيبه وتسأله. وقعدت اتحايل عليه واقول له مين اللي عمل فيك كده، مين اللي عمل فيك كده، ما رضيش يقول، وكان هيموت من الزعل لدرجه انه كان عايز يسيب كل حاجه ويمشي. وقعد يفكر وقال لي يا فريده انا زهقت من البلد والبيت والهم والغم اللي معششين فيها، وانا اذا كان علي مش عايز حاجه، بس أبوي هو المهم عندي، ما أقدرش أسيبه باللي هو فيه ده. عايزة تقولي؟ فريدة تحت بعتها عشان تحنن قلب أبوك. هنعمل إيه حسن؟ أبوك لو عرف إن اللي اتقال ده غلط وإن إحنا كنا بنكذب عليه هيدفنك ويدفني معاك. أنت لازم تفكر هتعمل إيه يا حسن. رد عليا. ها؟ ايه اللي حصل؟ هيموتوا بعض، وانتي في الاول وفي الاخر من وجهه نظرهم واحده ست، مالكيش غير لقمتك اللي بتاكليها. ولو جيت قلت له انا عايز فلوس فوزيه هيموتنا انا وانتي، مفيش كلام. طب وهنعمل ايه؟ لازم نفكر صح ونخطط كويس قوي عشان اعرف اجيب لك فلوسك وحقك منين يعينه. مش قادر يعمل لها حاجة عشان حبها. انا مش تايهة عن عبد الحكيم، حفظاه وكريمة حلوة لسه فيها الرمق، وهو اللي هتنقتم رقبته، عينه زايغة ما يملهاش غير التراب. لو ما كانتش قاعدة في قلبه كان زمانها قاعدة في قبر مش عارفة تطلع منه. بس وماله، تاخد لها يومين وأنا هعرف إزاي أخد حقي منك يا كريمة. أقرأ إيه يا كريمة؟ أنت جننتي في دماغي كل إيه؟ سبتي زينب مع العمدة وانت عارفة انت عاملة العقد ده ازاي؟ ايه؟ هيجيلك قلب؟ هيجيلك قلب؟ عينك تغمض وتنام وبنتك نايمة ببيت راجل غريب؟ هجيبها والناس تعرف؟ ده فضيحتنا هتبقى في كلاجل. وعبد الحكيم لو عرف هيعمل فيا ايه؟ هيحط جزمته فوق رقبتي ويذلني ويحطني في دماغه اكتر ما هو حاططني. هتعمل ايه يا كريم؟ هتعمل ايه؟